بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم حلقة جديدة من الرومنتادا على شاشة قناة المحور. لا صوت يعلو على صوت نهائي أبطال أفريقيا. النادي الأهلي ونادي الوداد المغربي. النادي الأهلي وفوزه في المباراة الأولى بهدفين مقابل هدف. مباراة العودة إن شاء الله يوم الأحد على مركب محمد الخامس، هتبقى مباراة مهمة جدا للطرفين، الأهلي الفائز بهدفين مقابل هدف إلى الوداد المغربي المهزوم في المباراة الأولى، لكن عنده فرصة مهمة جدا أنه أحرز هدف على استاد القاهرة أمام النادي الأهلي. جماهير الوداد أعتقد أنها عدت العدة لمساندة كبيرة جدا لطبعا الوداد المغربي، لكن النادي الأهلي والجماهير اللي هتروح والجماهير هتتواجد زي النهاردة على سبيل المثال، كان في تدريب للنادي الأهلي، كان موجود الكابتن محمود الخطيب وموجود بعض الجماهير المصرية المقيمة أو اللي راحت المغرب بتساند النادي الأهلي وقعدت تهتف وتقول أفريقيا يا أهلي أفريقيا يا أهلي. أعتقد أن دي حاجة من الحاجات يعني إلى حد ما يعني أصوات بتنادي، أصوات بتدعم النادي الأهلي، إن شاء الله يبقى فيه جماهير، وتم تخصيص 1500 تذكرة لجماهير النادي الأهلي، وده برضو حاجة من الحاجات المميزة. وهتفوا وشجعوا السويسري مارسيل كورا المدير الفني للنادي الأهلي واللعيبة وأشعروا حماسهم في المباراة، وكان موجود حسام غالي عضو مجلس الإدارة، في موجود خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، محمد الجرحي وطارق أنديل، بعض أعضاء مجلس الإدارة اللي ذهبوا مع النادي الأهلي طبعا لمساندة النادي الأهلي. سيتم تسليم مسؤولو الأهلي تذاكر الجماهير إن شاء الله في الاجتماع الفني عصر غدا السبت، تسليمها للجماهير، وتم الاتفاق على حضور المباراة بجوازات السفر. ده عرف معمول في الفترة الأخيرة بالنسبة للمباريات الأفريقية حتى في الكونفدرالية، ويعني الواحد من مواقع شغله في فيوتشر كان موجود، ودايما ده كان بنص عليه في الاجتماعات الفنية لما قبل المباراة كنت ببقى موجود ممثل لفيوتشر يقول لك الفرقة دي منين؟ الفرقة دي مثلا من أفريقيا من بلد إكس أو واي أو زد، لا هيحضر كم واحد؟ هيحضر 300. طيب ال 300 دول مصرح لهم بالدخول بجوازات السفر، لأن على ما ييجوا وتقدر تعمل لهم فان أي دي أو تقدر تعمل لهم تصريحات أو تقدر تعمل لهم دعوات أو تبقى الأمور فيها صعبة شوية، إنما تخش بجواز السفر وده هي لغة الحوار العالمية جدا في الترحال والتنقل من بلد لبلد، وما بالك انك داخل مباراة من المباريات المهمة جدا. نتمنى ان شاء الله للجماهير القادمة والمساندة والمشجعة للنادي الأهلي في مباراته اللي جاية ان شاء الله، المباراة المهمة، المباراة التي لا تقبل القسم على الاثنين. والنهاردة من كنت معاكم الأسبوع ده الحمد لله وتكلمنا وقلنا، وحتى ضيوفنا الموجودين سواء صحفيين أو لاعبين سابقين أو مديرين فنيين بيتكلموا على المساندة المعنوية للنادي الأهلي، ده حاجة في المقام الأول والأخير فريق بيمثل الرياضة المصرية بيمثل النادي الأهلي، وحاجة فخر ما بعد فخر إن شاء الله حالة تتويج النادي الأهلي من خلال البرامج، من خلال دعم الإعلام المصري بسم الله ما شاء الله حدث ولا حرج، يعني بمسموع ومقروء ومرئي وسوشيال ميديا وما أكثر السوشيال ميديا والمواقع اللي بتساند النادي الأهلي، وده حاجة أنا شايفها حاجة مميزة جدا في حدث مهم جدا في محصلته هي إن شاء الله فوز النادي الأهلي بالبطولة. وأعتقد أن دي حاجة من الحاجات اللي برضو إضافة إلى تاريخ النادي الأهلي وبطولاته اللي معودنا فيها دايما النادي الأهلي أنه هو متواجد في المحافل الدولية، متواجد في المحافل الأفريقية دوليا من خلال كأس العالم للأندية، أفريقيا من خلال منصات تتويجه بالبطولات أفريقيا، وكان له مرة من المرات بفوزه بدوري الكونفدرالية الأفريقية، لكن في المجمل والتاريخ في صالح النادي الأهلي بمواجهاته مع نادي الوداد او مع الفرق المغربيه، الكفه دايما بتروح الى النادي الاهلي. معانا واحد من نجوم كره القدم المصريه والنادي الاهلي وصاحب الراي الجميل اللي دايما بنستمتع بيه، نجمنا الكبير كابتن عمرو حديدي. كابتن عمرو اهلا بيك. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بيك كابتن عمرو. ازيك يا حبيبي؟ لسه بتكلم عن النادي الاهلي، النادي الاهلي دايما معودنا، النادي الاهلي دايما له باع طويل جدا في البطولات الافريقيه، ودايما في الزمان والمكان بيبقى موجود بخبراته التراكميه الكبيره، وبيقدر دايما بانه يعبر هذه المباريات ويؤدي اداء مميز جدا. بص يا استاذ محمد، انا عن نفسي انا اعتبر احد ابناء النادي الاهلي، اعتبر ان ما فيش مباراه لعبت في القاهره مع الرغم ان احنا كسبانين 2-1، اعتبر ان هي مباراه من مشهد واحد زي اللي اتلعبت قبل كده. المباراه دي ايا كان عدد الجماهير اللي موجوده وايا كان الامور اللي حواليك، انت بتلعب 11 لاعب قصاد 11 لاعب.
الأداء والتركيز والتركيز اللي انت فقدته لمدة 10 دقائق من الدقيقة 82 للدقيقة 92 اللي جيب لنا الهدف. انت في الوقت اللي انت فيها استغلت أنصاف الفرص اللي جات لك، خلصتك الموضوع. الحكم لتصرفه في موضوع يحيى عطية الله لو حصل طرد كنت رحت في حتة تانية. هي ضربة الجزاء بتاعت حسين، احنا مش هنقعد نقول اصلي ونرجع ونندم على اللي فات ونقول دي اللي استغلناش ودي ما عملناش، لا احنا هنفكر بإيجابية. هم 11 لاعب، التركيز ان انا اشتغل باسمي، باسم النادي الاهلي، بخبرات لعيبة النادي الاهلي، التحرك والتمركز علمان، الاطراف زي هاني وعلي معلول، اسلوب محمد عمنام وياسر ابراهيم، ديانج وحمدي ومروان. انت حضرتك كده قلت لي يعني سبقتني في السؤال وقلت التشكيل، يعني طب ابدا بالتشكيل وابدا بدور كل لعيب. مش قصدي والله يا استاذ محمد، والله مش قصدي. انا كنت عايز اسالك السؤال ده اصلا، يعني هقول لك على حاجه. يعني بص، يعني الشناوي قوه لعيبه النادي الاهلي وقوه لفرقه النادي الاهلي باكثر من رائع. طيب، رغم تالق مصطفى شوبير، بس المباراه دي خلاص، بس احنا النهارده يعني المباراه النهائيه هو الشناوي بالظبط، وده لا يقلل مصطفى طبعا بأداءه الرائع. لا 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 محمد، بص، مولد نجم جديد مصطفى شوبير ظهر وأدى اوراق اعتماده الجماهير النادي الاهلي بثقه كبيره جدا في الظروف اللي فيها النادي الاهلي من اصابه الشناوي ولا علي لطفي. احنا بنقول الشناوي، بنقول محمد هاني وعبد المنعم وياسر ابراهيم وعلي معلول، ديانج وحمدي فتحي ومروان بيرستا وحسين الشحات وكهربا. انت هو نفس الكلام ما عدا تغيير واحد، هو محمد الشناوي اللي هو الشناوي التغيير الوحيد اللي هيبقى موجود. انت في الاول هنقولها بالترتيب، ياسر ابراهيم النهارده الجرايد والسوشيال ميديا بتقول لك ان صامبو جاله ارتجاج في المخ، انا ماليش دعوه بحد، انا الراجل ده موجود، انا بلغي خطورته، بلغي وجوده، بلغي المحطه اللي بيشتغل عليها نادي الوداد. انا ياسر ابراهيم بلعب على اليمين، وانت كنت امكانياتك واسلوبك على فكره يا كابتن مفيش كلام مؤكد ان صامبو هيغيب، ممكن ده يبقى برضو مناورات دايما بتتعمل. يعني بص، كلام الامور المفتعله الحرب النفسيه اللي هم بيتكلموا عنها دي احنا خلاص عندنا من الخبرات وعدى علينا الكلام ده كتير. لعيبه النادي الاهلي حتى المشاهد بقى عنده الامور المفتعله دي كتيره خلاص. انت بامكانياتك العب على اليمين خلاص، والكوره معاه انا لغي، وكرة مش معاه انا ببني هجمه للنادي الاهلي. محمد هاني ظهورك وانطلاقاتك بحرص، الربط بينك وبين الو ديانج وبيرستاو باسلوب محور ارتكاز وفكر واسلوب وسيطره النادي الاهلي هتبقى فتاو حسين الشحات استعمال المهاره. طب خط النص بقى يا كابتن، خط النص بقى اللي هو يعني اللي هيبقى خط الدفاع الاول، مين بقى تقول له؟ الو ديانج وحمدي ومروان. لازم الثلاثه دول يبقوا الثلاثة دول هم صمام الأمام اللي ما بيوصلش. مروان يبقى قدام الاثنين السرد باكات؟ أنت هتعملهم بخط واحد، كل واحد واخد جنب، هتبقى الو ديانج واخد من بيرستا ومحمد هاني، والجهة الثانية حمدي فتحي واخد الربط ما بين حسين الشحات وما بين علي معلول، والحتة القطرية الأمامية اللي هي محمد عبد المنعم مروان كهربا. اقسم الملعب يا أستاذ محمد على أجزاء، الجنب اليمين والترحيل والضغط هم هيجروك لحته معينه لازم احنا نكون فاهمينها كويس قوي، اللي هي الاستفزاز والدخول والالتحام والقوه والالتفاف حوالين الحكم. كل الكلام ده زي ما هيقابلك بقوه بقابله باقوى منها. استعيد قوه استخراج روح فنانه النادي الاهلي، الفنانه الحمراء، اطلبها وانت هتلاقيها. الجماهير اللي هتبقى موجوده 1000 او 2000 بقيمه مليون واحد، انت مصر مستنياك عشان تحقق بطوله، انت المصدر الوحيد في الفرحه للنادي لمصر او للنادي الاهلي بصفه خاصه. انت تعمل ده، تقدر تعمل ده، عاصرت اجواء من دي كتير، شفت ده كتير، رحت وانت متعادل في مصر 1-1 في مباراه الصفاقس، سافرت تونس احرزت هدف في الدقيقه 91 ورحت كاس العالم للانديه. ده 2012 نفس القصه، نفس الكلام طبعا. انت بقالك 6 سنين موجود تلاحم مواسم بتتوج او بتلعب مباراه فاينل 5 مرات. انت عارف امكانياتك، ثق في امكانياتك، ثق في قدراتك، ثق في محاضره الكابتن محمود الخطيب، ثق في مجلس الاداره وكله بيلتف حوالين انك انت باذن الله راجع. اللي تفصل بيه ايجابيتك واسلوبك، الكور الثابته الساذجه اللي ملهاش لازمه، الفاولات اللي على 18، الالتحامات اللي ملهاش اي دور او اي معنى، انك انت متحمل جامد جدا وراجل قوي وعندك الروح عالي قوي فتسبب لك مشكله. لازم تكون بتستعمل ما بين حاجتين، درجه الذكاء ودرجه المعامله مع المواقف الفرديه والخاصه، لازم تكون ذكي جدا فيها. طب المثلث الهجومي يا كابتن عمرو،
ايه؟ المثلث الهجومي ليه شريط مثلث الهجومي انت بص المثلث الهجومي اللي هم بيقولوا ايه اللامركزيه كهربا وبرستاو وحسين الشحات لازم تبقى الفينش الهجمه اللي انت بتضغط وبتنقلني من الدفاع للهجوم وبتقلل الضغط عليا اذا كان خط ظهر ولا نص ملعب الشغل كله هيبقى على حسين وتاو. ايجابيتك انك تفنش الهجمه مش مجرد ان انا نقلت من الدفاع للهجوم وخدت كوره ورحت بيها واحد واثنين وثلاثه واتقطعت اتعملت عليها هجمه مرتده. لازم الهجمه تفنش ايجابي لازم تفنش ايجابي. ليه شريف يا كابتن مبقاش موجود مثلا في مباراه زي دي؟ بص اصل وجهه نظر الخواجه كل واحد فينا هيتخيل حاجه. احنا بنتبادل الادوار وبنتكلم ونقول يعني في الاخر يا رؤيه فنيه لكولر. وارد يا استاذ محمد ان الراجل يفكر في شريف عشان يدي كهربا حماس معين ينزل يشتغل فيه بعد شريف. وارد ان هو يشتغل بعبد القادر كل ده وارد. يمكن الروتيشن الامامي ده خلاص كان هو صداع في دماغ كولر خلاص الراجل بقى حسين وتاو طاهر وعبد القادر قفشه ولا القندوسي ولا شريف ولا السليه ولا حمدي خلاص الروتيشن ده كان روتيشن عام. الروتيشن ده تبقى روتيشن مؤقت خلاص بقى واحد ولا اتنين ما بقتش تقدر تتحكم في تغييرات داخل التشكيل كتير غير مثلا إصابة برضو من الضغوط اللي سببت عدم التركيز العالي من مروان ولا من حمدي. خوفك انك تاخد الانذار انك تحرم من مباراة الذهاب مباراة العودة مع الوداد كل الكلام ده بيدور جواه ذهنك بيسبب لك ضغط عالي. انت لو درجة تركيزك في مباراة القاهرة 100% هتبقى في الوداد ومحمد الخامس مليون في المية مليون في المية. طب بعد المليون في المية النتيجة المتوقعة 1-1 والاهلي اللي هيهدف الاول ان شاء الله. كابتننا الكبير كابتن عمرو الحديدي نجم مصر والنادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا ونتمنى يا رب تمشي الامور كلها في طريق النادي الاهلي وحقق النادي الاهلي هذه البطوله المهمه جدا. معانا يعني لقاء مع حسين شحات وعمرو السليه نجمي النادي الاهلي هنشوفهم رجع تاني نتواصل معكم في الريمونتادا على شاشه قناه المحور. كلها طبعا يعني اللعيبه كلها مركزه وكله عامل حسابه انت جاي تلعب نهائي فكله جاي مركز ان انت عايز تاخد البطوله فان شاء الله اللعيبه كلها عندها دوت وان شاء الله قادرين نحقق البطوله باذن الله ونتفرج كلها ان شاء الله. والله الحمد لله طبعا يعني الشوط الاولاني خلص في القاهره قدرنا ان احنا نكسب وقدرنا ان احنا نفوز على الوداد 2-1 فان شاء الله نقدر نكمل على كده ونقدر نكمل اللي احنا بنيناه في الشوط الاولاني نقدر نحاول في الشوط الثاني وان شاء الله نقدر نكسب باذن الله. المباراه صعبه على الفريقين المباراه صعبه على الاهلي الاهلي كسبان احنا جايين كسبانين 2-1 جايين احنا مركزين جايين احنا كسبانين 2-1 جايين نلعب على كده ممكن احنا نكمل ان شاء الله باذن الله ونقدر ان احنا نكسب يعني ان شاء الله مش جايين خايفين من حاجه. الفرقه تبقى صعبه على الفريقين مش تبقى فرقه صعبه على الاهلي لا بالعكس تبقى صعبه على الوداد اكتر لان الوداد محتاج اللي هو يسجل بس المباراه من الناحيه الثانيه صعبه على الفريقين مش صعبه على الاهلي بس فاحنا ان شاء الله مركزين ان شاء الله نتمنى للجمهور دوت يبقى حماس لينا احنا ان شاء الله. طبعا اللعيبه كلها مركزه اللعيبه كلها عارفه حجم المسؤوليه اللي عليها الماتش مش هيكون سهل قدام فرقه زي الوداد فريق كبير قدام جمهوره ان شاء الله نبقى مركزين واللعيبه كلها تبقى في يومها الماتش ده ان شاء الله ونرجع بالقوه. ده بطوله افريقيا نهائي بطوله افريقيا العالم كله بيتفرج علينا احنا خسرنا الموسم اللي فات البطوله قدام الوداد بس احنا الماتش الاولاني كسبانين على ارضنا وان شاء الله اللعيبه كلها عندها مسؤوليه وإذا إحنا لحد إن شاء الله نكسب نعمل نتيجة إيجابية وناخد البطولة. دي كلها دروس وإحنا بنتعلم منها يعني مش هنقع في كذا مرة. خسرنا نهائيين قدام الوداد اللعيبة كلها عندها عارفة حجم المسؤولية اللي عليها وخلصنا في مصر وكسبنا. الشوط الثاني إن شاء الله يوم الأحد قدام فريق كبير زي الوداد وقدام جمهور محترم إن شاء الله نقدر نعمل نتيجة إيجابية ونرجع بطولة. كان كلام كل من حسين الشحات وعمرو السليه الاثنين عندهم خبرات تراكميه كبيره جدا الحضور الجماهيري مش هيزعجهم لانهم لعبوا مباريات كبيره وبطولات كبيره ونهائيات كبيره بالشكل ده واعتقد انهم برضو بالنسبه لهم يعني ده يعني ان شاء الله يبقى بالنسبه لهم مين يبدا في التهديف هو النادي الاهلي ان شاء الله وتبقى دي بالنسبه له حاجه مهمه جدا. كمان السليه بيقول اعتدنا على المواجهات الصعبه خلال السنوات الماضيه والجميع جاهز من اجل تقديم كل ما لديه وده
سمه ابناء النادي الاهلي، سمه لاعبي النادي الاهلي عندما يكون هناك يعني تعثر في موقف ما، بتلاقي دايما الامور، وبتلاقي دايما في انتفاضه، بتلاقي دايما في جهد كبير جدا بيبذله كل الموجودين في النادي الاهلي، سواء من قمه الهرم، مجلس الاداره، اعضاء مجلس الاداره، اللاعبين، المدير الفني، كلهم بينصهروا في بوتقه واحده، وكل ده في الختام، وكل ده في المجمل بتبقى ان شاء الله فوز النادي الاهلي بهذه البطوله. واحد من اللاعبين المميزين، نجم من نجوم كره القدم المغربيه وقطر، القطري بدر بنون، هو اجازه لان في توقف في الدوري القطري، راح زار بعثه النادي الاهلي، لان هو طبعا بيكون الكل حب وتقدير واحترام للنادي الاهلي، وخاص بالذكر علاقته قطيبه جدا وما زالت بحسين الشحات وكهربا ودايما وقفشه، وعلى اتصال وتواصل بيهم دايما، هو دايما كل ما النادي الاهلي يبقى موجود في المغرب بيروح يزور بعثه النادي الاهلي، لده دل بيدل ان الراجل ده قضى بين جدران النادي الاهلي فتره محترمه جدا، فتره جميلة أعتقد تبقى تفضل في ذاكرته كنجم مغربي احترف بالنادي الأهلي. نشوف بدر بنون قال إيه ونرجع تاني نتواصل معكم في الرومنتادا على شاشة المحور. الحمد لله انا من يوم ما طلعت من النادي ودايما في اتصال مع كل اللعيبه، دايما بنتواصل بنتكلم، حتى في كاس العالم كانوا بيبعثوا لي رسائل، كانوا مبسوطين والحمد لله. العلاقه كانت يوم كنت موجود في النادي الاهلي كانت علاقه كويسه لغايه دلوقتي الحمد لله. والله ده بيبين استراتيجيه اللي ماشي عليها النادي. النادي الاهلي الميزه اللي فيه انه في استقرار في الاداره، في قرارات استقرار، ما بتكون في عقليه تفوز، في عقليه تفوز دايما بالبطولات، حتى وانت اليوم فزت بدوري ابطال افريقيا، بكره خلاص المسؤولين والناس والجمهور بيكلمك على بطوله الدوري ولا بطوله كاس. ده بيبين العقليه النادي الاهلي عزيز تسع القاب. بس طبيعي اي جمهور بيشجع فريقه كطبيعي يعني، بس العلاقه بين الشعب المصري والشعب المغربي الحمد لله زي ما قلت لك شفناها في بطوله كاس العالم، وازاي الشعب المصري شجع المنتخب المغربي، وده بيبين الحب اللي موجود بين الشعبين الحمد لله. والله هي تكون مباراه صعبه، فريق الاهلي المصري بيعرف كويس فريق الوداد وما تقابله بكم مناسبه. اتمنى ان شاء الله اللي يكون كويس في المباراه دي يكسب، وان شاء الله اتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. مباراه تكون صعبه، بس انا اظن خلاص اللعيبه بالنادي الاهلي تعودوا على الضغط الجماهيري اللي موجود في المغرب خلال موسمين ولا ثلاث مواسم خلاص، والميزه الموجوده في النادي الاهلي هو بيتعلم يعني. صعب انك تلاقي النادي الاهلي بيخسر موسمين متتاليين لقب بطوله ولا لا، الجمهور النادي الاهلي صعب يستقبل الموضوع ده، بس هي في الاول وفي الاخر هتكون مباراه في كره قدم ان شاء الله. اتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. والله يعني حاجات جميله يعني، يا ريت رمضان احطلي تاني بدري منهم في التويت كده وانا بتكلم عنه. العلاقه الجميله، العلاقه المحترمه، الحب الكبير جدا اللي نابع من اللاعبين وكلهم بيجروا عليه، حتى حسين شحات، اليو ديانج، كل اللعيبه بصراحه لما راحوا له الراجل اتكلم على فتره وجوده في النادي الاهلي، فتره وجوده في وعمل بطولات مع النادي الاهلي، انه مش ناسي انه موجود، والنادي الاهلي دايما في الدين ثالث سنه في المغرب، قبل كده فاز مره وتزا مره ودي المره الثالثه، والراجل بيتمنى التوفيق لفريق النادي الاهلي اللي هو كان طبعا كان لاعب فيه، وهو بالنسبه له دي العلاقه الجميله، هي دي كره القدم حاجه يعني، لقطات جميله، لقطات معبره، لقطات بتقول ان اللاعب المحترم والمحترف لما بيبقى موجود في نادي من الانديه الكبيره اللي شرف معه شرف ان اي حد يعترف بالنادي الاهلي في مصر او في الزمالك او اي نادي من الانديه المصريه، دايما بتلاقيه سعيد وممتن. ادي اللقطات معناها يعني، مثلا لو جينا اتكلمنا على علي معلول، ودايما كنا عملنا مداخلات مع زملاء من الاعلام التونسي او الراديين التونسيين واتكلموا على علي معلول وهو سفير الكره التونسيه في مصر. اعتقد ان علي معلول بعد ان شاء الله لما يكمل مسيرته مع النادي الاهلي على خير، التاريخ النادي الاهلي من خلال المحترفين اعتقد هيقف كتير عند لاعب بحجم وقيمه علي معلول، زي ما كان عند فلافيو، زي ما كان عند جيلبرتو، زي ما كان عند فيليكس، زي ما كان عند بعض النجوم الكبيره جدا اللي كانوا موجودين، انيس بوجلبان، بعض النجوم اللي جم وادوا واخلصوا وعملوا شغل كبير جدا. ما انت
لما بتسيب ناديك وبتروح النادي التاني اعتقد ده بيبقى بيتك، بيتك هو في المقام الاول والاخير. طبعا مع اختلاف الدوري المصري عن الدوري القطري، لان الدوري المصري طبعا جماهير كتير وسوشيال ميديا وزخم كبير جدا، لكن اللاعب بيفضل يسيب بصمه، والبصمه بالنسبه له يعني سلامه على حسين الشحات شايف بتعاد لوحده، يعني حاجه تحس ان فيه الفه، فيه روح جميله مع الدكتور ابو عبله، مع كهربا، مع لعيبه كتير جدا، لا يعني تخلي ان ده هو ده نتاج الاستقرار ما بين لاعب محترف ونادي منظم ويعرف حقوقه وواجباته له ايه وعليه ايه. اعتقد دي من الحاجات اللي هتفضل برضو في ذاكره النجوم اللي احترفوا بالنادي الاهلي، هو طبعا بدر بنون. معانا اخبار الوداد المغربي، اخبار الوداد المغربي حاجه من الحاجات برضو اللي معانا. طبعا خد تدريباته اليوم وامس في معسكره المغلق بمركز محمد السادس لكره القدم، وكان هناك تركيز من فان دي بروك مدرب الوداد على بعض الجمل الفنيه المقرر تطبيقها في مواجهه النادي وجوده ضد النادي الاهلي، لان دي حاجه من الحاجات هتبقى صعبه جدا بالنسبه له، انه على مقربه من انهاء الافريقي تحقق حلم كبير جدا 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 لفان دي بروك ونادي الوداد المغربي. كمان يعني هناك تدريبات بنيه خاصه لايمن ظهير ايمن الوداد حسين بن عياده، والغائب منذ فتره للاصابه، ولكن اللاعب اصبح جاهز للتواجد. معانا طبعا الاستاذ محمد زايد الصحفي المغربي ورئيس تحرير موقع البطوله المغربي. استاذ محمد اهلا بيك. اهلا بك كابتن عباس، واهلا بالمشاهدين الكرام مشاهدي قناه المحور. انا برحب بيك وبرحب بكل الاشقاء المغاربه عبر شاشه المحور، ودي رساله للترابط الوطني ما بين مصر والمملكه المغربيه اللي بتربطها علاقات طيبه جدا ما بين البلدين. الله يبارك فيك، واحنا يعني العلاقه الاخويه ما بين مصر والمغرب هي فوق كل اعتبار، فوق من الرياضه وفوق اي اعتبار اخر، ودائما ما يعني نشجع ونرحب بالاخوه المصريه الحبيبه. هو تنافس 90 دقيقة على البساط الأخضر ما بين فريقين عربيين، وتبقى في الغلبة للمميز أن يفوز بالمباراة، وللمهزوم نقول له هارد لك، ولكن في المحصلة تخرج المباراة في إطار وروح وكنف الروح الرياضية. نعم طبعا، لان الروح الرياضيه دائما حاضره في كل مواجهات المغرب ومصر عبر التاريخ سواء الانديه او المنتخبات، والحمد لله انه دائما حينما يكون الاهلي او الزمالك او حتى الاسماعيلي سابقا او منتخب مصري طرف، دائما يكون المشجع المغربي يساند هذه الاطراف، والعكس صحيح. هو الدليل هو اخر يعني مشاركه الاهلي المصري في كاس العالم الانديه، لقي ترحيبا كبيرا وكان يعني طرفا ثانيا بعد الوداد من يشجعه يعني الجمهور المغربي هنا في طنجه والرباط. لا واحنا كمان كلنا كنا بنشجع المنتخب المغربي في قطر 22. طبعا لانه انذاك اضحى منتخب عربي يمثل العرب ويمثل افريقيا ويمثل المسلمين، يعني دائما يعني العلاقات ما بين المغرب ومصر كرويا يعني الحمد لله ان كره القدم يعني عززت العلاقه بين الاخوين اكثر من ما فرقته. واستحضر يعني بايجاز ان قصه وقعت لاحمد السقا وبودرباله، كان بودرباله عزيز حكى لي بنفسه انه كان احمد السقا جاء الى مراكش لحفل هناك ورفض ان ينزل او يخرج من الفندق حتى ياتي عزيز بودرباله وياخذ صوره معه من دار البيضاء الى مراكش. هذا يبين مدى يعني العلاقه الكبيره جدا ما بين الكره المصريه. ما هي دي القوى الناعمه، القوى الناعمه استاذ محمد، القوى الناعمه. نعم القوى الناعمه، الفن وكره القدم اصبح من القوى الناعمه للشعوب كلها. صحيح اكيد. يعني لقطه ابو تريكه سنه 2011 يعني كل يتذكر، يعني دائما انه المغرب ومصر يعني فوق اي اعتبار رياضي او اخر، وان العلاقه الاخويه هي الاولى دائما. يعني اخر استعداد الوداد المغربي للمباراه هامه، مباراه لا تقبل قسم على الاثنين، كيف استعد الوداد جيدا للنادي الاهلي بعد خسارته في ملعب القاهره بهدفين لهدف؟ لا اخفيك سرا زميلي المحترم انه الاستعدادات لن اقول تغيرت، وانما ربما تمر في اجواء هادئه بحكم الهدف الذي سجله بوهرة هناك باستاد القاهره، لان الكل يعني بعد الهدف الثاني للكهرباء الكل اعتقد ان النتيجه اما ستكبر، يعني الهدف الثالث للاهلي او ربما يعني نتيجه اخرى،
لكن بعد هدف بوهرة عاد الاطمئنان الى 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 الوداد. يعني نتحدث عن ما وقع هنا في المغرب، فحتى الاستعدادات تمر في هدوء، تمر يعني في مركز محمد السادس بالرباط، يعني في مركز الخاص بالمنتخب المغربي. استعدادات ربما فيها محاولة عودة بعض المصابين ابرزهم بن عيادة وحيمود، لان حيمود كان اجرى عملية جراحية هناك في مصر، والغياب الوحيد حسب زهير المترجي موجود ولا من عوضه؟ نعم. زهير المترجي لا، هو من التصريح من يعوضه؟ هو لن يكون تعويض بشكل مباشر، لان اللائحه تعرف ان اللائحه مقفوله يعني. لكن بشكل كبير يعني غيابه سيكون بنسبه كبيره جدا، لان المدرب لم يستعمل هنا التمويه لانه اصيب فعلا في الكاحل. لكن من خلال مباراه نهائي قد يظهر زهير المترجي، لكن حتى لو ظهر لن يكون يعني رسمي في هذه المباراه، لانه صعب جدا ان يلحقك رسمي في هذه المباراه، يعني حتى لو كان سيكون لاعبا احتياطيا. هناك دعم كبير من جانب الاتحاد المغربي متمثل في السيد فوزي لكشع وطبعا الوداد. كلمنا عن جلسة فوزي لكشع ووليد الرجراكي في مع لاعبي الوداد في مركز محمد الخامس. يعني لن أقول هي صدفة لأن وليد الرجراكي تواجد، لكن المباراة مباراة المغرب والرأس الأخضر ستلعب يوم الاثنين يعني مساء، يعني بعد أقل من 24 ساعة على مباراة نهائي. لذلك فنفس المعسكر الذي يقام في مركز المعمورة هو الذي يقيم فيه المنتخب المغربي. يعني تعرف بأن مركز المعمورة بالرباط هو المركز الرئيسي للاتحاد المغربي وللمنتخبات المغربية. لذلك كانت زيارة وليد الرجراكي واللاعبين، لكن زيارة فوزي لكشع هي زيارة مألوفة لكل الفرق والمنتخبات التي تشارك في الأدوار النهائية في كأس أفريقيا منذ أو في المنافسات الأفريقية منذ أن تولى رئاسة الاتحاد المغربي. لذلك فهي زيارة لا يعتبرها زيارة دعم، إنما هو يعتبرها زيارة مفروضة على فوزي لكشع، أنه لكي نتحدث بكل صراحة فوزي لكشع هو رجل رياضي قبل أن يتسلم رئاسة الاتحاد. لذلك فهو يدلي بنصائحه وبتشجيعه ودعمه ويبرهن دائما بأنه رجل يعني يحب أن تكون يعني الرأي المغربي في المنافسات المحلية والإفريقية والعالمية خفقة. لذلك دائما هو قريب يسمع يعني آراء المدربين واللاعبين وشكواهم وما إلى ذلك وحتى احتياجاتهم، لأنه حتى من المكافأة ربما ستكون هناك مكافأة مرصودة كبيرة في هذه حددوها ولا لسه؟ هو تحديدها نعم، لكن الخروج التحديد لن يستطيع أحد أن يعرف القيمة الحقيقية، لأنها تبقى فقط مجرد إشاعات، لأنها صعب جدا أن تأخذها من أفواه اللاعبين مثلا أو الطاقم، لأن الكل أقفل هواتفه والكل يعني أنت ركز. تعرف المعسكر يمر في ظروف شيئا ما يعني صعب أنك تتواصل مع المعنيين بالأمر، لكن المكافأة كما قلت ربما ستكون أكبر من سابقتها. بولي سامبو موجود ولا هناك كلام وحديث عن إصابته؟ لا، هو إصابة سامبو وإصابة زورا ليست جديدتين، لكن من خلال التدريب من الممكن يعني أو لنقل أن نعكس الأمر، قد لا ننفي تفاقم الإصابة بحيث أن هناك للاعبين معا جرح على مستوى الرأس، يعني من خلال إصابة مباراة سامبو حصل ارتجاج زي ما قالوا. هل حصل ارتجاج؟ لا، هو ليس لا في مباراة سان داونز. نعم انه كان ارتجاج في المخ للاعبين معا في مباراة سان داونز، لانه هما من اصر على اتمام المباراة، لم يعني انت تعرف تلك الروح الزايدة والنفس واتمام المباراة حتى لو فقدت كذا وهذا. فرغم الارتجاج في المخ ارادوا اكمال المباراة. الجرح قائم يعني من خلال التدريب، لان المعلومات لن أقول لك أن هناك معلومات ثابتة، لأن هناك يعني معسكر خاصة في المعمورة، حينما تكون في المعمورة في الرباط لأنه بعيدة جدا على مدينة الرباط والسلا، فيكون صعب جدا الوصول إلى أي معلومة حقيقية من غير ما يقوم به يعني النادي من بشكل رسمي أو من خلال تصريحات وتلك 15 دقيقة التي تكون مفتوحة للصحافة. لكن ما أؤكده لك أن من خلال تصريحات المدرب الرسمية ومن خلال يعني ما يصلون من أصداء، فالغياب الكبير جدا هو ربما لزهير المترجي بشكل كبير جدا، لكن باقي اللاعبين ربما استعادة بن عيادة ومجهودات لاستعادة حيمود. أما عن زولا وسامبو فقد تظهر غدا ملامح هذا الأمر، تفاقم الإصابة قد يظهر غدا مدى صحة الأخبار.
كيف يرى اخيرا كيف يرى المعنيين سواء اعلام رياضي مغربي فنيين مديرين فنيين متابعين للشان الرياضي وجود النادي الاهلي في النهائي وفرص من هي الاوفر حظوظا؟ ما بدانا به قد نختم بك فكره. صدقني انه تخيل انه الاهلي المصري اليوم او يوم الاحد سيلعب النهائي الثالث على مدينه الدار البيضاء على ملعب محمد الخامس. يعني الاهلي المصري حتى الجمهور المغربي بالامس كنت بالمطار باستقبال الفريق يعني كان وسط الجمهور المغربي يعني ووسط يعني المسافرين وسط القائمين يعني هناك ترحيب بالاسماء يعني انت تعرف الجمهور المغربي جمهور يعني أرجنتيني في 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 أفكاره وفي طريقة شغفه بالكرة يعني يحب فرقه ومنتخبه لدرجة الجنون لكن يحترم الفرق والمنتخبات التي تحترم نفسها والتي فلذلك الكل اعتاد على الأهلي المصري هنا في المغرب يعني اعتاد على أن تلعب النهائي بل وأكبر من ذلك اعتاد على الوداد والأهلي في النهائي يرون أن فريق الوداد بجمهوره وعلى أرضه يكون أقوى يكون مختلف كما قلت لك هدف بوهرة يعني عزز موقع الوداد يعني لأنه يحتاج إلى هدف لكن مع الاحترام الكبير لمن لحامل اللقب يعني حامل اللقب على مر التاريخ لأنه عشرة الألقاب هو الأهلي المصري الذي يتوفر على لاعبين أبرزهم الشناوي بأخلاقه والشحات وبيرسيتا وأفشا وهؤلاء اللاعبين وحمدي فتحي وديانج والنجم الجديد عطية فكل هؤلاء يعني هناك اعتبار بأن هناك لاعبين ومدرب له فلسفة خاصة لكن مع التفاؤل بأن الوداد قد يحقق اللقب الثالث وهذا ما يسعى له الجميع يعني لكي يكون معك صادقا أستاذ عباس هناك يعني هناك تفاؤل كبير في هذه المباراة لكن حذر واحترام وتقدير للمنافس لأنه ليس منافسا سهلا. الجماهير عدد المتوقع لحضور الجماهير والجماهير الوداد للمباراة أخيرا؟ لو 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 يعني لو أردت الحديث عن هذا الموضوع سيلزمك حلقة خاصة لا تقريبا يعني تقريبا العدد لا هو لا يعني لا السلطات سامحة بكام؟ هذه المباراة يعني لو كان لها ملعب بمليون متفرج كان سيكون الملعب ممتلئ لا يعني أرض الواقع تقريبا تقريبا يعني بالتقريب لا التذاكر نفذت قبل مباراة الذهب التذاكر نفذت التذاكر في السوق السوداء الآن $200 $200 يعني 2000 درهم مغربية يعني تقريبا 2000 درهم مغربية يعني تقريبا 6000 جنيه يعني 6000 جنيه مصري يعني أرقام خيالية تخيل معي أن التذكرة من مكانها بدون سوق سوداء يعني $50 يعني 1500 جنيه مصري ومع ذلك السوق السوداء نشطة بشكل قوي جدا هناك تدخلات وما إلى ذلك لمحاولة يعني عدد كبير من الناس يأخذون التذاكر حتى أن من الوداد القادم من مدن أخرى لا يعرفون كيف يصلون التذاكر لأن التذاكر نفذت يعني أنا نتحدث فقط عن السوق السوداء والسوق السوداء الآن أرخص تذكرة هي 500 درهم كما قلت لك $50 أستاذ محمد زايد رئيس تحرير موقع البطولة المغربي ضيف عزيز معنا عبر الهاتف في المنتدى على شاشة قناة المحور طالما اتكلمنا على الجماهير يعني السوشيال ميديا واحنا بنتابع مصري عايش في ألمانيا وجاي المغرب حط علم الزمالك معنا كل التقدير واحترام لنادي الزمالك طبعا بس احنا كلنا كمصريين لما يبقى في فريق مصري مشارك كلنا بنبقى وراه وراجل راح في مطار كازابلانكا واقف وعمال يهتف للزمالك ويهتف للوداد جنب سيد عبد الحفيظ وجنب وصول البعثه يعني هو شايف ان هو كده راجل راح زي ما بيقولوا فتح عكه عارف المثل اللي بيقولوا فتح عكه راجل رايح يحط نفسه في بؤره ان الناس تصوره حتى يعني في بعض وسائل الاعلام المغربيه عملت معاه انترفيو يعني هو طبعا حريه شخصيه وده رايه محدش يقدر يحكم على رايه بس يعني ده انا شايفها يعني الراجل بيسيء لجمال الزمالك جمال الزمالك احنا دايما لما يبقى في ماتش للزمالك او ماتش للاهلي كلنا بنبقى جنب بعض كلنا بنبقى صف واحد لان هو ممثل الكره المصريه هو الاهلي او الزمالك في هذه البطوله مثلا يعني لكن انك تطلع وجاي من المانيا وصارف وعامل كل ده عشان تيجي تاخد اللقطه دي ادفع انت شكلك يعني شايف كده وفرحان عيش براحتك يعني
هو عايز ياخد اللقطه يعني، ما علينا يعني زيك كتير، بس كل التوفيق، كل التوفيق للنادي الاهلي، كل الدعم للنادي الاهلي، كلنا كلنا بندعم النادي الاهلي اللي هو ممثل الكره المصريه في النهائي. ان شاء الله يعود النادي الاهلي محملا بكاس البطوله وبميداليات ذهبيه لهذه البطوله الغاليه. ما زلنا متواصلين معكم في المنتدى، عايز انوه بس ان شاء الله في الفقره حواريه هيبقى معنا واحد من نجوم كره القدم المصريه والنادي الاهلي، كابتن احمد ابو مسلم، في حوار مهم جدا عن الكره المصريه. فاصل ونتواصل في المنتدى على شاشه قناه المحور. رجعكم تاني بعد الفاصل، ويعني حديث عن طبعا معنا خبر عاجل لمحمد هلال لاعب البنك الاهلي بعد ما ضموا ريو فيتوريا لطبعا معسكر المنتخب القادم، حصل له اصابه وتم استدعاء احمد عبد القادر لاعب النادي الاهلي. مهارد لك يا هلال، معلش يعني كنت لسه بتكلم من فتره انا واللي هو اشرف نصار عن لاعبي نادي البنك الاهلي ومين من اللعيبه اللي يتمنى يبقوا موجودين، كان برضو من ضمنهم هلال وموجود ابو جبل، يعني بركة بقى في أبو جبل. كمان لاعب من اللعيبة المميزين خلقا وأداء ومسيرة يعني أحمد حجازي، اللي بنقول له ألف ألف سلامة يا حجازي، السد الكبير أحمد حجازي. طبعا جراحة رباط صليبي، أعلن نادي اتحاد جدة السعودي مساء اليوم الجمعة خضوع لاعبه أحمد حجازي إلى عملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي للركبة اليسرى في العاصمة البريطانية لندن. وأوضح النادي السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر أن حجازي سيخضع خلال المرحلة المقبلة لبرنامج علاجي وتأهيلي قبل عودته للمشاركة في تدريبات جماعية. ألف ألف سلامة يا حجازي، واحد من اللاعبين المميزين في منتخب مصر، كابتن نادي اتحاد جدة السعودي، الفائز ببطولة هذا الموسم في الدوري السعودي مع نادي اتحاد جدة، لعيب مميز، نتمنى له التوفيق. يعني خسرت كده وجودك مع بنزيما، نقدر نقول الدور الاول ان شاء، لكن ان شاء الله ترجع تاني تقف على رجليك، ترجع تاني توريهم انك انت واحد من اللعيبه المميزه اللي رجعوا تاني، وان شاء الله يؤدوا اداء مميز، يبقى معاك بنزيما، يبقى معاك كانت، يبقى معاك بعض النجوم ان شاء الله، يرجع الاتي نمبر 1 زي ما بيقولوا في السعوديه، يرجع تاني لسابق عهده لسنين طويله، كان فاز ببطوله اسيا، شارك في كاس العالم للانديه 2005، فاز على النادي الاهلي في 2005 في كاس العالم للانديه، محمد نور وبعض النجوم وبعض الرفاق المميزين في التوقيت ده. تبقى الكره السعوديه يعني بقت مزار وقبله للنجوم الكبار من الملاعب الاوروبيه، وده حاجه من الحاجات الجميله والقوى الناعمه واللي تبقى مردودها الايجابي كبير جدا، زي ما اتكلمنا مع الكابتن ياسر الشناوني امبارح واتكلمنا عن المردود التسويقي والمردود الايجابي لبعض اللاعبين المميزين في الملاعب العربيه. كمان النهارده كان في مباراه مهمه جدا ما بين الاتحاد السكندري والبنك الاهلي. البنك الاهلي بابا فاسيليو راجل بيلعب حالا، فاضل له نقطتين، نقطه حققها النهارده من المباراه، وفي نقطه كمان كده يبقى ضمن البقاء في الدوري العام المصري، ودي حاجه من ضمن الحاجات اللي بالنسبه له كانت يعني مهمه جدا. راجل ذكي وماشي بخطوات. الاتحاد السكندري سيد البلد، ومين ما بيحبش سيد البلد؟ نادي من الانديه الكبيره الجماهيريه اللي بدات وفاجئتنا السنه دي باداء ولا اروع. مجلس إدارة على أعلى مستوى برئاسة الحاج محمد مصالحي وكل أعضاء مجلس الإدارة وفروا للنادي ولزوران زي ما بيقولوا لبن العصفور، عملوا أداء مميز جدا في الدور الأول، لكن في الدور الثاني الأمور ما مشيتش معاهم بالشكل اللي هم يتمنوه، لكن لكل جواد كبوة. وكان برضو في بعض الأمور المتعلقة بالنادي وإنشاءات النادي خلصت الحمد لله على خير، وكان موجود السيد الدكتور أشرف صبحي والسيد محافظ الإسكندرية، وإن شاء الله سيد البلد يرجع تاني منور بإنشاءاته ومنور بنتائجه. معنا الأستاذ محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري. أستاذ محمد أهلا بيك. أستاذ محمد إزي حضرتك؟ احنا كنا على وعد بحلقه بس يلا انت كنت مركز قوي مع المباراه دي. معلش قدر الله ما شاء فعل حبيبي. نقدر نقول برضو يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، نقطه احسن من النتائج اللي كانت سلبيه في الفتره اللي فاتت. شايف يعني الامور ممكن تخرج ازاي؟ ممكن تنهي الموسم ازاي؟ وتخطط الموسم الجديد ازاي؟ والله بص، هو طبعا كان في جلسه امبارح مع اللعيبه في اخر تمرين، وكنت استاذ محمد كان متواجد في القاهره،
وشرفني يعني ان انا انبت عنه يعني في الزياره مع اللعيبه. رحت زورت كان اخر تمرين وكان متكلم معايا ان انا اتكلم مع اللعيبه على نقط معينه كده. كان هو طبعا زعلان من الاداء في الفتره الاخيره زي ما حضرتك قلت، وده حقه. طبعا حقكم وحق جماهير الاتحاد السكندري، وحق الجماهير وحق الاعضاء وحق المجلس وحق الاداره التنفيذيه، كل الناس حقها. لان انا اتكلمت معاهم بمنتهى الصراحه ومنتهى الشفافيه، وقلت للعيبه يعني الناس كلها كانت في الدور الاولاني، كانت الناس كلها بتدور عليكم وبتجروا عليكم. انتوا اتحسدتوا كل والله يعني للاسف يعني حاولنا نحسهم، وحتى رصدنا ليهم مكافآت لو الدنيا راحت للمركز الخامس زي ما كانوا هم وعدنا. زي ما قلت حضرتك قدر الله ما شاء فعل. البنك طبعا الاهلي النهارده كان مباراته بالنسبه كانت مباراه مصيريه بالنسبه للبنك، وكانوا بيلعبوا لان هم فاضلهم ثلاث ماتشات، هم فاضلهم نقطتين لسه من شويه بقول قبل ما اطلب حضرتك نقطتين، هم خدوا نقطه فاضل نقطه، وده يعني كان بالنسبه لهم يعني نقطه طعم الفوز. انا برضو خلي بالك هو فاضل لهم ثلاث ماتشات صعبين، فهم كانوا عايزين يطلعوا النهارده بالثلاث نقط يعني. هو فاضل له الاهلي وفيوتشر والغزل المحله، في المحله لو الدنيا دربكت هتبقى مشكله كبيره بالنسبه لهم. طبعا الموضوع الحمد لله برضو زي ما قلنا في قدرنا شفاء ما يرضيش طموح جماهيرنا الكبيره، ما يرضيش طموح مجلس الاداره برئاسه محمد. لكن النهارده الماتش عدى الحمد لله، يعني برضو الماتش خرج دروم، بقالنا فتره سلسله من الهزائم متتاليه. زي ما حضرتك قلت الدور الثاني المستوى العام مش مرضي لاي حد، ولكن يعني ان شاء الله باذن الله احنا فاضلنا ماتش الحرس اللي جاي على طول، لو ربنا قدر لنا وخدنا الثلاثه بونت هنبقى في المركز الخامس، والمفروض اللعيبه تكمل على كده لانه كل الماتشات اللي فاضله على ارضنا ما عدا اخر ماتش هنطلع الاسماعيلي بره. فان شاء الله ربنا يوفقنا ويكتب لنا الخير ونوصل للمركز الخامس على الاقل، يعني نشارك بطوله عربيه او كونفدراليه الله اعلم لسه الظروف هتقول ايه. ربنا يكرمنا ويوفقنا ان شاء الله. على ارض الواقع هناك موقفين مهمين جدا، هو تعثر الفريق في الدور الثاني، وده اكيد له اسباب وتقفوا عليها سواء الو طيب هنجيبه تاني هنكمل معه تاني. هرجع نتكلم على نادي الاتحاد السكندري، وزي ما قال الاستاذ محمد احمد عضو مجلس اداره انهم في الدور الاول حققوا يعني اداء ولا اروع، كانوا هم وغزل المحله، هم وغزل المحله عاملين يعني نتائج مبهره جدا، حاجه كانت تشرف. طب معنا الجدول، طب ترتيب الدوري بيراميدز 64، الاهلي 62، فيوتشر في الثالث طبعا الاهلي متاجل له 6 ماتشات، فيوتشر في المركز الثالث 57، الزمالك في المركز الرابع 53، المقاولة الرابع خامس 43، فاركو في السادس 41، الاتحاد السكندري في السابع 41، المصري في الثامن 41، انبي في التاسع 39، سموحه في العاشر 36، البنك الاهلي في ال 11 36، سيراميكا كليوباترا في ال 12 33، الاسماعيلي في ال 13 33، طلائع الجيش في ال 14 32، اسوان في ال 15 32، غازي المحله في 16 32، الداخليه في 17 ب 29، حرس الحدود في المركز ال 18 برصيد 20 نقطة. رجع لنا تاني الأستاذ محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، كنت بقول لحضرتك في موضوعين مهمين جدا، هو تعثر الفريق في طبعا في الدور الثاني بعد ما كنتوا محققين نتائج ولا أروع، أكيد دي لا يبقى لها أسبابها، ما في قعدة مع المدير الفني مجلس الإدارة واحتياجات نادي الاتحاد السكندري في الموسم القادم. اتفضل. لا والله طبعا هو اكيد طبعا في جلسه، وفي جلسه هتبقى جلسه مهمه، احنا عندنا فتره توقف تقريبا حوالي 15 يوم، هنبدا باول ماتش الكاس دور 16 مع بيراميدز ربنا يوفقنا، بعد كده ماتش الرابطه دور قبل النهائي مع سيراميكا كليوباترا، ماتشين مهمين جدا، ماتشين مصريين لازم هيبقى في وقفه مع الجهاز، وقفه مع اللعيبه، لازم نقف على الاسباب اللي خلت الدنيا كده متراجعه. اكيد بس استاذ محمد يرجع وهنقعد وهنجتمع وهنحاول نجيبهم ونقعد معاهم ونشوف الدنيا دي اخبارها، وهنبدا طبعا اكيد من دلوقتي لازم نبص على الموسم الجديد ونبص ايه التدعيمات اللي ناقصه مع الجهاز الفني ونشوف ايه اللي الفريق محتاجه، لانه طبعا انت عارف لازم نشتغل بدري، وكل ما تشتغل بدري ان شاء الله هيبقى نفضل قاعدين في المكان اللي دايما جمهور نادي الاتحاد بيتمناها، اللي هو طبعا المكانه اللي احنا بنتكلم فيها ان احنا النهارده عايزين نوصل للخامس، السنه الجايه عايزين ربنا يكرمنا نوصل مربع ذهبي،
فان شاء الله دي في الفتره الجايه في وعد مننا لجمهور اسكندريه وان احنا ان شاء الله هنحاول تصحيح المسار مع الجهاز الفني واللعيبه ان شاء الله. الموضوع الثاني والجزء الثاني هو الجلسه الوديه المحترمه اللي اسمرت عن يعني وجود الدكتور اشرف صبحي محافظ الاسكندريه الحاج محمد وبعض اعضاء مجلس الاداره في دعم الانشاءات او انشاءات نادي الاتحاد السكندري، لان ده هيبقى مردوده الايجابي كبير جدا من ناحيه الاشتراكات، من ناحيه امور كبيره جدا للاتحاد السكندري. طبعا والله يا استاذ محمد انت عارف الانديه الجماهيريه خصوصا نادي الاتحاد عليه ضغط كبير، احنا عندنا 19 لعبه، موضوع صعب جدا. نادي الاتحاد نادي كبير رياضيا، نادي كبير النهارده باعضائه، النهارده وصلنا حوالي دخلنا في حوالي 50,000 عضو، يعني ما شاء الله. نادي اجتماعي، ما بقاش نادي رياضي فقط، بالعكس الناحيه الاجتماعيه طغت عليه، الاعضاء ليهم متطلبات. ما تقول لي برضو محمد بيه يعني ايه الانشاءات الجديده برضو تفرح بها اعضاء والله الانشاءات الجديده طبعا النهارده احنا بدانا. بحب بس اشكر الاستاذ محمد صلحي والاستاذ احمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الاداره ان هم تبرعوا بالدفعه المقدمه حوالي 2 مليون جنيه لجهاز الخدمه الوطنيه اللي هي الشركه القائمه على تنفيذ المشروع. دفعوها بصراحه، الناس تكفلوا بيهم من جيبهم الخاص على اساس ان هم بداوا فعلا، هم شغالين ليل نهار، بيبداوا ستارت في 5 ملاعب. طبعا الالعاب الجديده زي البادل، زي حمام سباحه هيبقى موجود هناك، زي ملاعب مفتوحه للاعضاء، زي ممشى عشان الناس وعشان الرواد وعشان ممارسه الجري والمشي. طبعا الكلام ده في الفرع القديم ما هوش متاح، فان شاء الله احنا بستارت كده بدانا بحفرنا 5 ملاعب والناس شغاله ليل نهار، وان شاء الله في اقرب فرصه يعني هتبان الحاجات دي على الارض هتتحقق يعني ان شاء الله باذن الله. كنت تبنيت مبادره كمحمد عباس من خلال الرومنتادا، واتكلمنا مع حضرتك السنه اللي فاتت على قصه حسام عاشور، اين وصل موضوع حسام عاشور مع نادي الاتحاد السكندري؟ والله بص لا اخفى عليك سرا، انا يعني الحقيقه الموضوع من يوم ما انت اخذت المبادره والموضوع في الادراك، يعني احنا مش عارفين لحد دلوقتي الدنيا. طب الاتحاد يعني حكم له بحاجه، اتحاد الكره حكم له بحاجه، انتوا هل في مفاوضات؟ لا لسه والله ما في اي حاجه، لكن زي ما قلت لحضرتك ودايما بقول لك الباب مفتوح لاي حوار، واحنا ما عندناش مشكله مع اي حد. يمكن نادي الاتحاد معروف عنه وخاصه مع وجود الاستاذ محمد مصلحي ان احنا ملتزمين بجميع الحقوق، مفيش مشكله بتيجي، مفيش لعيب بيشتكي. ويمكن طب يعني هو وكيله او هو محدش بيقرب وجهات النظر؟ طب انا عندي لكم مستحقات، طب مستحقاتي، طب نجدولها او نقرب لرقم معين؟ لو في اي حاجه انا تحت امرك واقدر اوصل الصوره للاستاذ محمد وان شاء الله اي حاجه. طب يا ريت ممكن برضو توصل صوتنا للاستاذ محمد مصلحي ومجلس الاداره برضو. حسام عاشور لاعب كبير وانتم كمان نادي كبير جدا، ونادي دايما العلاقه ما بينكم كان ما بين النادي الاهلي طبعا ولاعيب الانديه اعتقد كلها حاجه مميزه جدا. لا بنشكر حضرتك وجهد مشكور طبعا منك انك بتحاول تحل الموضوع زي كده، فان شاء الله يتحل وتبقى خير باذن الله. محمود علاء راجع الزمالك ولا مستمر مع الاتحاد السكندري؟ والله الطبيعي انه يرجع الزمالك، يعني الطبيعي يرجع الزمالك لانه عقده هو سنه ما فيهوش قابليه للتمديد، ولكن لو نادي الزمالك اكيد يعني احنا طبعا اكيد هنتكلم على لعيب بحجم محمود علاء، لو نادي الزمالك عندنا فرصه ان احنا نقدر نجدد لنا الاعاره يبقى طبعا دي حاجه هايله وحاجه عظيمه. سبقتني في السؤال، يعني قلت انتوا يعني طبعا هو عمل معاكوا اداء كويس وراح منتخب مصر، خلي بالك يعني ده برضه كان بالنسبه له يعني نافذه محترمه. النهارده كمان في اخر المباراه والله هو شايل جون، ده جون خلي بالك ده كان يعني عمل مشكله كبيره جدا للمهدي سليمان انقذه. طبعا. طيب هشام صلاح بعد انضمامه للمنتخب السعر بيعلى والشطاره باينت والتجاره شطاره. والله بص يعني خلينا مركزين، والله يا استاذ محمد احنا مركزين في اخر 3-4 ماتشات اللي فاضلين لنا دول، عايزين نحقق مركز. عندنا ماتشين مهمين زي ما قلت لحضرتك، ماتش في الكاس دور ال 16 مع بيراميدز مهم جدا، دور الرابطه قبل النهائي طبعا فوق الاهميه طبعا، عشان لو حصل وان احنا ربنا كرمنا خلي بالك بطولات غايبه من 76 طبعا والله يعني، فان شاء الله يمكن ربنا يجعل لنا في الخير نصيب وفي الطيب نصيب يا رب، ويفرح جمهور اسكندريه اللي الناس مستنيه الفرحه دي بقى لها فتره كبيره، ربنا يدينا ان شاء الله وان شاء الله نحقق حاجه السنه دي يا رب ترضي جمهور اسكندريه يا رب. سيد البلد يستحق يا محمد بيه. والله ان شاء الله يعني نتمنى الخير
وبنقول يا رب يا رب يا رب ان شاء الله. استاذ محمد احمد سلامة عضو مجلس اداره نادي الاتحاد السكندري بشكرك شكرا جزيلا. ده كان كلام مهم, كلام اتكلمنا في حاجات كتيره جدا, منها الانشاءات, منها قاعده مع المدير الفني لتراجع يعني البحث ايه اللي حصل لتراجع مستوى الفريق بعد ما كان ماشي في الدور الاول تقريبا عامل تقريبا 30 نقطه باين او حاجه زي كده, حاجه يعني كان ماشي كويس هو ونادي غزل المحله. لسه في الفاصل كنت بكلم انا الكابتن مغاوري دوسو. كابتن مغاوري دوسو ده كابتني ونجم من نجوم كره القدم المصريه ونادي المحله, حارس نادي المحله, حارس نادي المقاولون العرب, حارس نادي المنتخب العسكري, وراجل من النجوم الكبار وكان له دور كبير بقاله فتره كبيره جدا في المقاولون العرب, وكان مسؤول عن قطاع الناشئين في المقاولون العرب. بنتكلم عن المحله, زعلان على المحله النادي والتاريخ الكبير جدا جدا في الفتره الاخيره وتعثره. كنا لسه بنتكلم على طبعا كل التوفيق للانديه الجماهيريه. دايما لما بنتكلم على نادي جماهيري متعثر كنا في اسكندريه, ثم حالا بنتكلم على المحله, وكمان الاسماعيلي متعثره في الفتره الاخيره اللي اتمنى له التوفيق, وفي ايضا كمان المصري بورسعيدي بادائه في الفتره ويعني تعديل بعض الامور بالنسبه له ماشي بشكل كويس جدا, وداخل على مباراه هامه جدا في الدور قبل النهائي في كاس الرابطه امام فيوتشر, وايضا يعني ده بالنسبه لهم من 98 ما حققوش اي لقب, والاتحاد السكندري من 76 ما حققش اي لقب. اعتقد ان دي بطوله جديده اضيفت الى بطولات رابطه الانديه, اعتقد ان دي حاجه مميزه. دايما في كل موسم هناك من يصعد ومن يهبط, هي دي سنه الحياه او سنه يعني اللي ماشيه في كره القدم. نادي من الانديه اللي انا شايفها على ارض الواقع نادي مصري بمواصفات اوروبيه, عنده مجلس اداره ولا اروع, كلهم نجوم مميزين جدا, ماشي بشكل كويس جدا, معاه مدرب ومدير فني بيحقق الثلاثيه في الصعود هو الكابتن مجدي عبد العاطي. صعد باسوان ثم فاركو, والنهارده صعد بزد الى الدوري الممتاز. اعتقد ان زد سوف يزاحم الانديه الكبيره من حيث الامكانيات. على ارض الواقع لا, نادي عنده امكانيات, نادي عنده امور كتيره جدا ممكن تخلي نادي زد من الانديه اللي لمعت زي فيوتشر زي بيراميدز زي فاركو زي سيراميكا كليوباترا. لا, نادي وعنده طبعا توأمة ببعض الفرق الأوروبية وفي الدوري الإنجليزي, لا منفتحين على الآخر بشكل مميز جدا. مبروك للكابتن سيف زاهر المدير التنفيذي لنادي زد, مبروك كل أعضاء مجلس الإدارة, أحمد حسن, أحمد حسام ميدو, كل النجوم الموجودين, عماد متعب, كل النجوم المميزين اللي هم أعضاء مجلس الإدارة. وأعتقد إن ده بيوسع دايرة رأس المال في كرة القدم, وقلنا ان كرة القدم اصبحت صناعة, وصناعة مهمة جدا. النهاردة كان بيقابله احد الاندية برضو اللي غيرت مفهوم كرة القدم من حيث الاستثمار, كان نادي وادي دجلة. حاول وادي دجلة حاول, وكان ممكن يعني يبقى له امل لو فاز النهاردة على زد, كان يبقى زد اللي يبقى له مباراة مع نادي السكة الحديد. لكن هي دي كرة القدم, بتدي للمجتهد, بتدي للمنظم, بتدي للي عنده استراتيجي وعنده يعني طموح واهداف ممكن يحققها في الفترة الجاية. مجدي عبد العاطي تاني بحييه ونرفع له القبعة انه دي تالت فريق يفوز به او يطلع به من الدرجة الادنى الى الممتاز زي ما قلنا اسوان ثم فاركو ثم زد. نتمنى بقى ونتمنى للقائمين على الكرة في نادي زد وشركة زد لكرة القدم برئاسة الزميل العزيز سيف زاهر انه يدوا طبعا مجدي عبد العاطي الفرصه, زي مثلا لو ان شاء الله كتب لنادي بلديه المحله التوفيق يدوا احمد عبد الرؤوف الفرصه. ده حاجه من الحاجات اللي دايما دي فرحه زد اهي معانا. طبعا دي حاجه جميله, دايما الانتصار, دايما الوصول للهدف بيدي دايما حاجات مميزه جدا. كل التوفيق لزد, كل التوفيق طبعا لاعداء مجلس الاداره. كاميرا المنتدى دائما متواجده في الحدث والزمان والمكان, كانت موجوده عملت لقاءات ما بعد المباراه مع القائمين واللاعبين والمدير الفني لنادي زد. نشوفها ونرجع معاكم ونطلع لفاصل, وبعد الفاصل نستقبل ضيفنا العزيز نجم نجوم كره القدم المصريه النجم الكبير احمد ابو مسلم في حوار مهم جدا عن النادي الاهلي والمباراه النهائيه للوداد, وايضا بعد مباراه الدوري العام المصري منتخبنا الاولمبي وان شاء الله استعداده للبطوله الافريقيه المؤهله الى اولمبياد باريس 24. كل ده ولكن بعد الفاصل. والله الحمد لله, يعني صعود مهم بالنسبه لنا, موسم طويل, الجهاز الفني مجدي والجهاز المعاون ليه واللعيبه
اجتهدوا وتعبوا، اعتقد ان هم يستحقوا الصعود ويستحقوا الفوز عن جدارة. يعني اجتهدوا وتعبوا واخلصوا، اعتقد ان هم ردوا كمان رد قوي كمان من خلال الملعب ان هم يستحقوا الصعود زي ما قلنا عن جدارة الصحيح. ولكن خليني بس انا في جزئيه مهمه ناس كتير يمكن مش واخده بالها منها. مشروع زد مش مساله فريق اول بس، طبعا ده احنا كنا بنسعى ليه وهدف من ضمن الاهداف، ولكن المشروع احنا بنتكلم على قطاع ناشئين ان شاء الله في خلال 10 سنين يبقى هو القطاع الناشئين الاهم والاكبر واللي بيدعم كل المنتخبات المصريه واللي يكون عندنا لعيبه محترفه ان شاء الله باذن الله. فده المشروع الاهم وده المشروع الاكبر، فنتمنى ان شاء الله باذن الله ان البدايه ان نكون موجودين في الدوري الممتاز مع قطاع الناشئين كابتن علي نبيل والناس اللي موجودين فيه بيبذلوا مجهود كبير جدا جدا، واعتقد ان عندنا مجموعه ناشئين دلوقتي على اعلى مستوى وده الهدف بالنسبه لنا وده الاهم بالنسبه لنا. الحمد لله، الف حمد والف شكر ليك يا رب، يعني تعب ومجهود سنه كامله. بشكر الاداره بصراحه، اشتغلنا صح ببساطه. النادي ده أنشئ من 3 سنين تقريبا، أول سنة ما كناش موجودين كان الكابتن أسامة نبي اشتغل واجتهد بشكل كبير جدا. عايز أشكر الكابتن إسماعيل يوسف، أنا جيت مع الكابتن إسماعيل يوسف أول السنة اللي فاتت، بصراحة نص الفرقة دي اللي مكونها كابتن إسماعيل يوسف بجهازه بشكرهم، تعب جدا والله. وبعدي كابتن سمير كمونة بشكره على الفترة هو وجهازه بالكامل، كان مهم جدا تقريره. طبعا كابتن مجدي عبد العاطي ده متخصص ومدرب كبير، يعني انا كمان دايما بحب اراهن على الشباب، فكابتن مجدي عبد العاطي خبره كبيره، عنده مرتين قبل كده صعود فرق، تجارب مهمه جدا. انا بشكر الاداره لانها امنت بالمشروع. ابتدينا اول سنه مع كابتن اسامه، ثاني سنه مع كابتن اسماعيل، انا اللي عامل الفرقه انا وكابتن اسماعيل، وكان فعلا راي الاداره ان احنا مش عايزين نصعد على طول، احنا عايزين نصعد باكتر واكتر عدد من الناشئين. توفيق ربنا وفضله عليا، والحمد لله مجهود اللعيبه ودعم مجلس اداره، واول وثاني وثالث هو توفيق ربنا في الاول وفي الاخر هو اللي ساعدنا، لان احنا حتى لما كنا بعاد شويه الدور الاولاني ب7 نقط قدرنا نرجع وقدرنا نبعد كمان عن كل الفرق باصرارنا وتوفيق ربنا ودعم المجلس اداره واجتهاد اللعيبه جدا 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 جدا. يعني الف مبروك لمجدي، والف مبروك للعيبه، والف مبروك لمجلس اداره. مجهود كبير اتعمل السنتين او الثلاثه اللي فاتوا من ساعه ما النادي اتعمل، كان هدفنا واضح ان احنا نصعد الدوري ممتاز بلعيبتنا واولادنا، وان شاء الله فيجن مختلفه السنه الجايه ان شاء الله في الدوري ممتاز. يعني طبعا موضوع ان الاعصاب بايظه، انا بقول ان اللعب اسهل 100 مره من القعده فوق بصراحه، يعني اللعب الماتش زي ده اسهل 100 مره بصراحه. فالحمد لله الولاد كلهم كانوا كويسين ومركزين، ومجدي جهزهم كويس للماتش. نتيجه بالنسبه لنا غير متوقعه، احنا كنا قلقانين من نتيجه الماتش، لكن الولاد ثابتين الحمد لله في الملعب، الحمد لله ربنا كان جوده. احنا والله كنا من بدايه الموسم عندنا هدف، والحمد لله من اول دقيقه في مباراه النصر واحنا مصممين على الصعود، فالحمد لله ان هي مشيت زي ما احنا عايزين الحمد لله. والله ربنا يعلم مجلس الاداره واقف في ظهرنا من اول يوم جيت في النادي بصراحه، يعني ما مش مقصرين في اي حاجه ولا امور ماليه ولا يعني، موفر لنا كل حاجه، احنا بس كل هدفنا ان احنا مركزين في الملعب، مش مخلينا مركزين في حاجه بره الملعب. فلوس، معسكرات، بنقعد باحسن فنادق، حاجات يعني بصراحه يعني ما تتوصفش بصراحه، فالحمد لله ربنا كلم تعبنا على خير والحمد لله. الحمد لله ربنا كرمنا النهارده، والحمد لله ربنا كرم الناس كلها بمجلس اداره بلعيبه بجهاز فني، والحمد لله كنت متوقع الحمد لله ان احنا هنكسب النهارده ونصعد النهارده وما نستناش ماتش السكه الحمد لله. فالحمد لله ربنا كلم تعبنا طول الفتره اللي فاتت ديت، عندنا مجلس اداره محترم مش محسسنا باي حاجه، ما فيش ضغوطات، الدنيا معانا كويسه، بننزل على كل ماتش، احنا الفرقه الوحيده اللي ما خسرناش الا ماتش واحد في البطوله الحمد لله، معانا لعيبه على اعلى مستوى ولعيبه لعيبه قدام ممتاز، الخبرات ديت فرقت معانا كتير الحمد لله، والحمد كابتن مجد برضه شغال والاداره يعني ربنا يبارك لهم. الفرحه طبعا غير طبيعيه، يعني الحمد لله احنا بنكافح بقالنا فتره طويله، والصعود ما جاش بالساهل، يعني احنا بنتعب من اول المباراه لحد النهارده بنعافر، فالحمد لله طبعا على المكسب وعلى الصعود، وبالنسبه لي البطوله دي اهم بطوله في حياتي. ما انا ما انا
رجعتكم تاني بعد الفاصل طبعا، وانضمنا الكابتن احمد ابو سلم. هو يا جماعه بس كان بيطمن عليا، لو كنا جبنا طبعا كابتن امير عزم مجاهد كان تعبان وجبنا يعني سالنا عليه وبنتكلم على انه عمل دعامه، قلت له كمان عملت دعامه، وده بقى في تقدم كبير جدا في الطب عندنا في مصر. كابتن احمد سلم اهلا بيك حبيبي. بس طبعا انا بطمن عليك واقول لك الف يعني حمد الف حمد لله على السلامه، والف سلامه على امير عزم مجاهد. طبعا امير عزم اخويا طبعا وصديق المنتخبات، الف سلامه عليكم وان شاء الله تبقوا منورين على طول. يعني الأهلي والوداد المغربي في النهائي الأفريقي، مباراة صعبة، اللي يقول إنها مباراة سهلة للطرفين مش الأهلي بس، يعني الأهلي رايح المباراة فايز 2-1، لكن برضو الوداد على أرضه وجماهيره والعامل المعنوي الكبير جدا ممكن يبقى عامل مساعد. هو طبعا ماتش صعب جدا، تتكلم فرقة الوداد فرقة عندها إمكانيات، عندها مدير فني محترم بلجيكي بروك، بقاله فتره كان لعبت قدامه في ميخلن، مدير فني مميز شويه بلجيكي. بلجيكي مدير فني بقاله فترات في موجود في افريقيا بالذات. اكيد النتيجه هنا الاهلي كان متفوق فنيا بشكل كبير جدا، كان الاهلي هنا عمل كل حاجه في الكوره، يعني جاب هدفين كان ممكن يجيب 3 وممكن يجيب 4 في الشوط الاولاني، كان ممكن يخلص الجيم بشكل مميز جدا. بس الشوط الثاني والحفاظ برضه انه ما يجيش في هدف طبعا، ده اكيد ده هو ريسك. الشوط الثاني هي عدم تركيز، التركيز في الفتره الاخيره بس اللي هي حصل فيها الهدف اللي جه فيه، فدي طبعا رجعت المعايير ثاني او الموازين ثاني، رجعت نقطه الصفر ثاني اللي هو ان لا تبقى ليه طموح اللي هو لو كسب 1-0 ياخد البطوله. تاني حاجه انت الفرق بين بنتكلم على الوداد او سان داونز، الفرق كبير. انت بتتكلم على الامكانيات، حتى الناس كلها كانت مراهنه في مصر على سان داونز، انا كنت بقول الوداد. الوداد الامكانيات كبيره جدا، عارف انك انت غصتهم وكما طلعت صح. الوداد عندهم بنتكلم على خطه بقى لها 4-5 سنين، مدير فني مميز كان اسمه وليد الراجي موجود، اللي هو موجود مع المنتخب فني منتخب المنتخب، فعمل لهم سيستم شغالين عليه نفس السيستم. حتى لما يجي مدير فني بيمشي هم غيروا 4 مدربين اخرهم كان جريده، حتى هم عاملين ماشيين على نفس الشكل. يعني اي فرقه بتغير مدرب او 2 أو 3 بيكون عندها مشاكل فنيه بشكل كبير، لا الراجل ثابت والسيستم ماشي بشكل مميز. فرقه كمان بتعرف تكسب في الـ في الـ في النهائيات، يعني مثلا سان داونز الادوار الاولانيه والادوار اللي هي فيها في التمهيديه الاول يكسب اي فرقه، يجي في الادوار الاغلبيه النهائيه اللي هي بتاعه خلاص الفاينل وكلام من ده بيخسر، عشان هم الضغوط اللي عندهم والخبرات اللي عندهم ما بيعرفوش يكسبوا النهائيات. غير بقى الوداد، الوداد النتيجه بتاعتهم بيتكلموا ان هم بيقفوا بشكل كويس، هي فرقه بنتكلم عليها فرقه دفاعيه بشكل كبير جدا، بيتحركوا بشكل كويس، بيقفلوا بشكل كويس. بس قدام النادي الاهلي الموضوع كان مختلف، النادي الاهلي كان عنده فروق بشكل كبير جدا في جميع الخطوط. ليه حصل بعض تراجع في بعض فترات المباراه بالنسبه للاداء للنادي الاهلي؟ هو النادي الاهلي كان في فتره مميز فيها جدا، هو كان بيبتدي الشغل مع عند بريستا وعند حسين الشحات شغله بشكل مميز جدا، وكان عاملين فرق بشكل كبير جدا. والحته اللي هي بتاعت بين اللي هم السيرد باك او الباك كان عندهم مشاكل فيها، فعشان كده شفنا بريستا وشغال بشكل كويس جدا وحسين شحات. انا بتكلم اللي هو كان مثلا في وقت المباراه نتكلم على مارسيلو كولر، مارسيلو كولر مدربين محترمين جدا وعندهم وجهه نظر بشكل كويس وانا مقتنع بيه تماما يعني، بس في الوقت دوت هو اتاخر شويه، كان لازم كان يخطف الثالث، كان لازم ينزل مثلا شاف عبد القادر في الحته دي كان ممكن ينزله شويه، حسين الشحات ما يطلعش، كنت كان حسين الشحات ما كانش يطلع محمد خالص. شريف لو نزل كان ممكن يعمل الفارق هجوميا، ممكن محمد شريف نوعا ما، كهربا كان مميز وكل حاجه بس ما كانش نفسي ضايع كتير، وانت عارف اللقاءات دي اللي بتضيع كتير ما بتجيش تاني، يعني كهربا الشوط الاولاني الانفراد اللي راح له كان ممكن يجيبه بشكل مميز جدا، بتتكلم على الفرصه اللي بعديها برضك جوه 18 ضيعها، بتتكلم على كور كتير، يعني كنت لازم في الوقت دوت الفرصه بهدف تخلص اللقاء. هو طبيعي الشوط الثاني بروك اللي هو المدير الفني بتاع الوداد ابتدى خاطر، ما عندوش مغلوب 2-0 ابتدى يفتح الملعب بشكل كبير جدا وجات معاه وعمل الموضوع دوت، خلي بالك عمل الموضوع دوت في سان داونز ونزل اوناجم ونزل الناس كلها اللي عندها النزعه الهجوميه ابتدى يشتغل عليها، والماتش ده عمله في سان داونز كده، عشان كده سان داونز جاب فيها هدفين بنفس اللقاء كده، هو السيناريو عنده كده، هو قدر هو ماتشين سان داونز قدر يوصل للي هو عايزه المباراه، هو عايزه وهو مباراه الاهلي برده في الاولى اللي في استاد القاهره قدر برده ياخد هدف، وده بالنسبه له هو في الشوط الثاني او اي طبعا كله في المباراه، هو طبيعي اللي هو بيدافع يشوف الاول بيقدر يشوف الدنيا ايه بالظبط، الشكل العام بتاعك بتشتغل ازاي او السيستم بتاعك بتشتغل ازاي، شاف النادي الاهلي اقوى منه فنيا وخططيا وكل حاجه، فالشوط الثاني خلاص جه فيها هدفين ما عندكش حاجه، لازم افتح شويه الريسك واشوف ممكن تيجي معايا. في اخر ربع ساعه النادي الاهلي كان لازم يعمل تغيير، الناس تقفل على الكوره بشكل مميز، يعني انت عندك لعيبه كتير بتقف، عندك احمد عبد القادر بيقف بشكل كويس جدا، عندك مثلا اليو ديانج شايفه اللي هو ما كانش موفق، فاليو ديانج لازم انزل حد ثاني، لازم ابتدي بشغل حد ثاني بخلفيتك وفان دي بروك وانت من بلجيكا متابعه يعني مباراه العوده لو وجه لوك انت تقمصت الشخصيتين كولر وفان دي بروك، لو هتبدا ازاي بالتشكيل النادي الاهلي الاول؟
لا هو جينا نتكلم على مرسول الكرة الفترة اللي فاتت في شغل مميز جدا عمله الفترة اللي فاتت مع النادي الأهلي. بنتكلم حتى أنت بتتكلم على التفوق الموجود في فرقة النادي الأهلي من أول حارس المرمى لحد اللي بتتكلم على رأس حربة. دي مدير الفني المحترم اللي بيشتغل مهمته أول حاجة اللي هو الأداء تطوير أداء اللاعبين جوه الملعب اللي بنتكلم عليه. بتتكلم على الشناوي لما تلاقي مثلا الشناوي وشوبير اللي وصل في المرحلة دي اللي تعرف حسب حمدي فتحي تطور أداء حمدي فتحي. بس أنا ده في ناس كتير جدا لو جينا نتكلم مثلا على محمد عبد المنعم شوف النهاردة وصل إزاي. طب ابدأ معايا التشكيل المتوقع كده. المتوقع هو اكيد صاله لعبه وفان دي بروك اكيد هيقابل الاهلي ازاي ده. لا هو انت بتتكلم النادي الاهلي ما فيش اختلاف هو راجل عنده قوام اساسي بيشتغل عليه. بتتكلم على محمد الشناوي هيرجع تاني اللي هو سليم 100% هيبقى موجود. بتتكلم على هو الناس القوام الاساسي الموجود محمد عبد المنعم ده راجل بتاعه على طول اساسي. محمد عبد المنعم شغال بشكل كويس جدا. ياسر ابراهيم ما فيش اختلاف عليه. بتتكلم على علي معلول باك ليفت بيشتغل بشكل مميز. بتتكلم على محمد هاني. بتتكلم على الثلاثي اللي هو القوام الاساسي او البيد والثقل النادي الاهلي الفتره اللي فاتت او السيطره في نص الملعب. بتتكلم على مروان عطيه بيشتغل بشكل كويس. بتتكلم على ديانج. بتتكلم على حمدي فتحي. هم دول الثلاثه المميزين. بتتكلم على حسين الشحات ناحيه اليمين. بتتكلم على ناحيه الشمال. بتتكلم على بريستاو كهربا. بتتكلم على كهربا راس حربه. ده الاساسيين بتوعه. لو جينا نتكلم على الفتره اللي فاتت التالق موجود في الفتره اللي فاتت. بنتكلم على مثلا جينا نتكلم على اقل حاجه الاثنين المساكين لو مسكنا واحد واحد محمد عبد المنعم وبتتكلم على مثلا محمود متولي الاثنين جابين يا كابتن محمد كام دلوقتي جابين 6 اهداف. جالك محمد عبد المنعم جاب 5 اهداف في الماتش اللي فات كلها ومحمود متولي جاب هدف يبقى انت كده جاب 6 اهداف. يعني الراجل شغال على العنصر الهجومي بشكل مميز جدا في الضربات الثابته شغال عليها. اللي جينا نتكلم على العنصر الدفاعي هم شغالين. النادي الاهلي بقاله فتره لعب 13 ماتش او 12 ماتش لحد دلوقتي اللي هو لحد ماتش الوداد جايبين دخل في النادي الاهلي كام جونين اشتغل في دخل في ماتش اللي هو بتاع برامج الوداد يعني هدفين. فمعدل قوي جدا اللي انت عندك ثبات في الحته الدفاعيه بشكل كويس. لو بتتكلم على ظهرين الجنب علي معلول هداف بشكل كبير جدا ومحطه كبيره بتتكلم عليه. بس علي ما كانش هو علي بتاع اللي معودنا دايما باداء راقي في المباراه اللي فاتت ولا لها ظروفها برضه. بص يا كابتن محمد هو وارد هو علي محطه قويه جدا النادي الاهلي ولاعيب من مفاتيح هجوم النادي الاهلي وعنده الثقه من النادي الاهلي. ثاني حاجه علي معلول بيعجبني فيه اللي هو اللاعب اللي عنده احساس لما بيخطا بتلاقيه واخد جنب مركز اللي هو يعمل بعد كده يعمل احسن مدوش الماتش اللي بعديه. والدليل على كده اللي انت النسخه اللي قبل ديت او اللي قبليها كان في ماتش الترجي لو انت فاكر لما علي كان سبب في الجول الاولاني جاب هدف وصنع الهدف الثاني معاه كروس باص من الناحيه الثانيه باليمين. فعلي معلول من الشخصيات اللي هي بتعرف تركز او عنده حميه اللي هو يقدر يرجع نفسه بشكل مميز جدا. عوده شخصيه النادي الاهلي بعد تعثره امام الهلال في المباراه الاولى لكن في مباراه العوده ثم بعد كده مباراه الرجاء عمل اداء ولا اروع وملحمه بمساند جماهير النادي الاهلي الكبيره. شايف ده كان التطور الطبيعي او ده كان مستوى النادي الاهلي وجوده في البطولات دي ودايما في الزمان والمكان موجود باداء مميز. اكيد طبعا النادي الاهلي كابتن عباس مش من دلوقتي. النادي الاهلي بقى له سيستم بشكل كبير جدا. اللي عايز يتعلم النظام او الترتيب او الخطه المستقبليه او خطه طويله الاجل يتكلم عن النادي الاهلي. النادي الاهلي بقى له فترات في جميع البطولات حتى الالعاب تتكلم على الالعاب الجماعيه الموجوده او الالعاب الفرديه النادي الاهلي شغال بشكل كويس. الفتره اللي فاتت في تنظيم بشكل كويس جدا. النادي الاهلي بنتكلم على التنظيم بتاعه مع مارسيلو كورا بشكل مختلف. انا بتكلم مثلا انا جيت النهارده اتكلم بقى عندك شكل وعندك هويه. انا كان في مدير فني مثلا جينا نتكلم على موسيماني او كان موجود فايلر ليه شغل سان داونز كانت التحول بالنسبه له. بس النادي الاهلي الفتره اللي هي اللي فاتت اللي هو بعد ماتش سان داونز الدنيا اتغيرت بشكل كبير جدا. وانا من ضمن الناس اللي ابتديت اتكلم على مارسيلو كورا بعد ماتش سان داونز ما كانش مثبت تشكيل كان مثلا كل شويه بيغير تشكيل. فطلع الراجل اللي هو على الحق اللي هو بيعمل روتيشن بشكل كويس. للدليل على كده او على كلامي دوت اللي انت لحد دلوقتي النادي الاهلي كان قبل كده الادوار اللي قبل كده بتلاقي كميه اصابات عامل من 14 لاعب عامل روتيشن بينهم. ايوه انت حاجه بانه بيقف على مستويات اللعيبه دي كلها. بس تاني حاجه انا ما بعوضش اللعيب بتاع الاحمال العاليه عشان كده ما اخدش اصابات. النادي الاهلي قبل كده في الادوار اللي قبل كده السنه اللي فاتت تخيل كام واحد كان لعيب مع موسيماني كان عنده اصابات. فالدليل على كده انت ما شاء الله النادي الاهلي لحد دلوقتي ما عندوش اصابات خالص الحمد لله. فدي ترجع للراجل المدير الفني شغال بشكل مميز جدا. طب انت بروكلي قبله ازاي؟ لا هو بروكلي هو راجل عنده ثقافه او عنده استراتيجيه بشكل معين. هو الراجل ما بيخليك تشتغل هو بياخد بينزل تحت الكوره بيبقى زون تحت الكوره وهيقابل النادي الاهلي كده وعلى الهجمات المرتده او الحاجات الاستحواذ اللي بياخدها يقدر يعمل هجمات مرتده بشكل كويس. هو بروكلي بيشتغل على ايه؟ على الضربات الثابته. هم مميزين في الضربات الثابته وفي الفاولات والحاجات دي كلها. عنده سرعات عندهم عند حداد شغال بشكل كويس جدا. بتتكلم على مثلا الراجل اللي هو اللي كان عنده ازاي ده اللي هو اللي هو مش عارف حمودي او عبده حمود حاجه كده. عبده حمود لعيب مميز جدا هو عمل له فرق في ماتش سان داونز. فبتتكلم عنده عناصر مميزه في جميع الخطوط. هو راجل مش هيخاطر مع النادي الاهلي. هو عارف امكانيات النادي الاهلي عارف سرعات النادي الاهلي. بتتكلم بريستاو السرعات بتاعته متفوق بشكل كبير جدا. بتتكلم على حسين الشحات وصل لتوب فورم كهربا من هدافين البطوله. فبتتكلم لا عند النادي الاهلي عنده القوه الهجوميه مميزه جدا. فهو راجل مش هيقدر يخاطر او يفتح الملعب مع النادي الاهلي. هو هيشتغل على الحاجات اللي هو اولا
مش هيتسرع، هيشتغل على المنصور الجماهيري بالضغط اللي بيشتغل عليه، هيبقى عنده فترات الكور الثابته. انت ما شاء الله جماهير شمال افريقيا وانت لعبت كتير قدامهم، بسم الله ما شاء الله، يعني نقدر نقول جنون التشجيع او التشجيع الجنوني، انهم دايما دعم كبير جدا وحافز كبير جدا، ممكن ده ما يخليهوش يعني ده باكنج له انهم بيشجعوه يلعب بقى بالطريقه المفتوحه ويهاجم بقى النادي الاهلي من الاول. لا ما هوش يقدر يعمل كده لسبب، انت لازم تعرف الخصم اللي قدامك القوه بتاعته فين والعناصر الضعف اللي عنده فين. فالنادي الاهلي في الحته دي كان متفوق، حتى احنا مصر كلها اتكلمنا على الماتش الوداد، ما كناش متخيلين الوداد وصلت للمرحله دي او مش ما عندهاش الجراءه اللي تلعب قدام النادي الاهلي بالشكل دوت. يعني حتى ما شفناش كورتين ثلاثه اللي هم في الشوط الاولاني كله بتتكلم الماتش كله، هم بس المحصله قدر يجيب هدف. هو جيب هدف عايز. هو ما دي بقى الفرق الكبيره اللي هو مثلا بروح باثنين بجيب واحده، هو ما بيضيعش. النادي الاهلي كان ضايع كتير جدا، النادي الاهلي لو كان الفرص دي كلها اللي جابها كانت الدنيا اختلفت. فالراجل هو هيشتغل على العنصر دوت، العنصر اللي هو هيعمل زون، وبعد كده الهجمات المرتده هيشتغل عليها النادي الاهلي والثوابت. هيبقى عنده عنصر مهم جدا، وزي ما انت ذكرت فيه الجماهير هيبقى ضاغط على الفرقه بشكل كويس. هيبقى عنده عنصر اللي هو يخرج عن تركيزك، اللي هو مثلا مناوشات، حد تعطيل الكرة، تعطيل الكرة زي ما هم عملوا هنا. هم هنا قادر يعمل ايه؟ هم عندهم ذكاء بشكل كبير جدا، هم بيعطلوا اللعب، ياخدوا فاول. حتى شفت النهارده، يعني شفت المره اللي فاتت بست دقائق ولا سبع دقائق وقت بدل ضايع، لا هم وقفنا كتير جدا وقت فعلي، احنا ما لعبناش 70 80 دقيقه. فهم زهير مترجي وغيابه عن المباراه ممكن يبقى عامل من ضمن العوامل اللي هو لاعب مميز. هو عنده كان عنده في ناس عندها ايقافات، بس هو عارف الفي باك رايت باين او رجع تاني مميز برضك موجود. هو عنده عناصر بس حسام بن عياد بن عياد بالظبط كده زي ما انت قلت. فهو عنده لعيبه مميزه بشكل كبير جدا، عنده قوام اساسي بيشتغل عليه. فبس انا شايف ان ايوب العمرود عمل برضه مباراه رائعه، هم عندهم برضه هو اللي صنع الهدف. هم عندهم ثلاث اربع لعيبه مميزين، بس انا بكلمك اللي هي مش فرقه اللي هي عندهم واحد او اثنين بيعتمدوا على واحد، هي فرقه جماعيه. حتى الكره بتاعتهم مش جماليه، هي الكره بتاعتهم جماعيه، بيشتغلوا بشكل جماعي مش كويس. يعني فاهم انت، هو بيعرف يكسب، ما دي الخبرات بقى. الجماليات في كره القدم بقت يعني موضه قديمه. ايوه يعني انت دلوقتي احنا بنتكلم دلوقتي مثلا سان داونز، لا سان داونز في فرق، بتتكلم على الراجل باك ليفت وراس حربه، بتتكلم على لعيبه معينه بيعملوا الفارق. اما انت بتتكلم على فرقه الوداد، لا هي فرقه جماعيه مميزه وعندها اسلوب تخطيطي بشكل كويس جدا، عشان عامه اللعيب الشمال افريقيا بتتكلم على تونس والجزائر او المغرب، العنصر التكتيك بتاعهم مميز جدا. انت شفت حتى بنتكلم مثلا الكره المغربيه مثلا مع في كاس العالم مع الرجاء كانت عامله ازاي، وقفوا اشتغلوا ازاي، وقفلوا مفاتيح المنتخبات قدام ازاي. فدي كلها ترجع للثقافه او اللعيب. انت لعيب ممكن لعيب المصري هنا في وقت معين تقول له اقف بعد ربع ساعه يلتزم، بعد كده بيروح ساب المكان وهو جري. فهم مميزين في الحته التكتيك بشكل كويس، عشان كده الراجل مشتغل معاهم بشكل كويس عكس جريدو اشتغل معاهم بسيستم هم مش قد الامكانيات دي او فتح الملعب. اعتقد وجود جريدو كان ممكن الاهلي يزيد غله الاهداف في المباراه الاولى. طبعا جريدو رجعنا نتكلم عليه، جريدو مدرب كويس، بس انا اللي شفته او طريقه اللعب بتاعته ممكن ما تناسبش مع ناس كتير. يعني انت خلي بالك في مدير فني لو عندي الامكانيات والشغل والخطه بتاعتي او السيستم بتاعي شغال على الامكانيات دي، هيبان المفعول بتاعي في ثانيه، هيبان الناتج بتاعي. ما اكون انا مدير فني ما عنديش الامكانيات اللي تقدر تساعدني، لازم اشوف خطه بديله عشان اقدر اطور. بروكلي بيشتغل على الحته دي بشكل كويس. بي بي بي. كابتن محمود الخطيب بقى شغال على الناحيه الفنيه بوجوده، في رغم ان حسام غالي هو رئيس البعثه، وجود بعض اعضاء مجلس اداره طارق قنديل، خالد مرتجي، اعتقد في كمان بعض محمد سراج، كل محمد سراج موجود. كل الناس الموجوده دي اعتقد دي برده جرحي محمد الجرحي وجرحي محمد الجرحي، لا عامل مفعول صحي كبير جدا. انا خلي بالك كابتن عباس، انا مبسوط جدا، يعني انا مبسوط جدا الفتره اللي فاتت، شايف اهتمام لعيبه النادي الاهلي، شايف تركيز في وشهم. حتى في لقطه اللي عجبتني جدا كابتن محمود الخطيب ما بيطلع يسلم على الناس في الطياره، دي موجوده على طول. في وقت انت تقدر تسلم وتضحك، بيبقى وقت بتشوف انت كابتن محمود بيضحك، وفي وقت بيبقى وشه يعني بيبقى مركز، ما بيسلم بيبان بيفرق معاك. فدي كلها بيبين مسؤوليه للعيبه، ازاي احنا رايحين، ازاي بنشتغل، ازاي بتتكلم مثلا على اختيار مثلا حسام غالي رئيس البعثه. حسام غالي من يعني ده اخويا وقريب كمان من اللعيبه. حسام كمان اصلا يعني حسام غالي من ساعه واحنا منتخبات ناشئين والاولمبي والاول ومع بعض على طول. فحسام شخصيته اللي هي شخصيته قويه، فبيقدر يشتغل بشكل كويس. تحفيز والتحفيز، وتاني حاجه هو قريب نفس السن، فالموضوع بيختلف. حتى لما بيتكلم مع حد ممكن يتقبل منه بشكل كبير. فده اختيارات دي كلها النادي الاهلي، او بنشتغل على السيستم بتاع النادي الاهلي. فبس هي ناقصه بس التوفيق ان شاء الله، يبقى عامل مهم الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي بالذات. مش عايزين كثره اللي هي الاهداف المحققه اللي بنضيعها في الفتره المعينه، بترجع تاني ترجعك نقطه الصفر. يعني احنا بنتكلم لما جينا نتكلم على كهربا، كنا ممكن الماتش اللي فات يجيب لك جولين ثلاثه، كان الموضوع اختلف بشكل كبير. يعني الاهلي يبدا متحفظ دفاعيا، ولا يبدا مهاجم ويباغت الوداد على ملعبه؟ لا النادي الاهلي هيشتغل، هيبقى عنده توازن من الدفاع والهجوم بالذات. طبعا ما ينفعش انت بتلعب على بطوله هي 90 دقيقه،
في الاول والاخر 90 دقيقه. فلازم ال 90 دقيقه دول اقدر اشتغل عليها بشكل كويس او السيستم كويس. هو اللي فارق مارسيلو كولر دلوقتي غير قبل كده ايه؟ مارسيلو كولر كان بيشتغل الفتره اللي بتاع جنوب افريقيا او ماتش بتاع سان داونز اللي هو في طول الوقت بيفتح الملعب بشكل كبير، بيفضل يشتغل الناس كلها بتشتغل بشكل كبير في الملعب كله بتفتح الملعب، مش مقسم مثلا السيناريو الماتش مثلا بعد 20 دقيقه هجيب هدف اقفل ازاي. شفنا احنا بقى التغير بعد كده مع الخبرات بتاعته، شفت ماتش الترجي بدا بازاي، شفنا ماتش الرجاء لما اشتغل وجاب ثلاثه ابتدى يقفل ازاي والناس كلها تحت الكوره ازاي. فهو لازم انت في وقت معين وماتش هلال انا بكلمك على هو الخبرات اتغيرت هنا غير هنا. فهو في وقت معين هو بقى يقسم، بس هو الماتش اللي فات انا شايفه كان يقدر النتيجه تبقى احسن من كده، كان لازم في الدقيقه 80 او في الدقيقه 85 اللي هو اكتسب كمان الراجل كمدير فني خبره التواجد الافريقي وخبره الماتشات الافريقيه. يعني لو جيت اتكلمت على العوده والكومباك بعد ماتش الهلال ثم ماتش الوداد الرجاء ثم ماتش الترجي طبعا، اعتقد دي امور كلها مشي فيها الاهلي في تسلسل كويس، مش فيها في خط متوازي مع بعض الامور والتعديلات للاعبين ادى لوصول النادي الاهلي الى النهائي. برافو عليك زي ما حضرتك قلت كده. بس كمان اللي يفرق عن كده كمان الراجل الشغل الهجومي بان بشكل كويس. تتكلم على بريستاو مثلا جاب 5 6 اهداف، تتكلم على كهربا دلوقتي دخل في 7 اهداف، تتكلم على بريستاو 8 اهداف. شريف وعدم وجوده اساسيا في بعض في غالبيه المباريات شايفه ازاي؟ لا شريف من اللعيبه المميزه جدا كهداف الدوري من ضمن هدافين الدوري السنه اللي فاتت. بس شريف عنده مشكله بشكل كبير جدا، شريف ما بيعرفش يستغل الفرص انصاف الفرص. لو جيت تتكلم بالتقارن بين الفرص الموجود فيها محمد شريف او كهربا هتلاقي كهربا بيجيله اثنين ولا حاجه بيجيب منهم واحده، وده المطلوب على الفرص. وده المطلوب طبعا. وتاني حاجه انت بتتكلم النادي الاهلي كان فتره فاتت الناس كلها بتتكلم اللي هو عايز راس حربه، او هو ده اللي باين اللي عايز راس حربه بمواصفات قويه جدا. فالراجل ابتدى يوظف ابتدى يشتغل، ما انت عندك خلاص السيستم قفل وما عندكش الا اللعيبه دي، فلازم اشتغل على كهربا مش مهاجم صريح. بس كهربا اللي جرينا نتكلم لعب المكان ده لعب من ايام صح. من ايام كوبر لو كنا بنتكلم في كاس العالم لما جاب الهدف كان بيشغل من ايام، يعني بيعرف يقف حته دي. وكهربا عنده ميزه اسم محمد اللي هو بتتكلم اللي هو بيقف جوه 18 بشكل مميز، اللي كان بيعمل نقطه لمين؟ مؤمن زكريا ربنا يشفيه كنت بتلاقي مؤمن في ال 18 الكبيره بيجيب اهداف. فهو غرابة عنده النوعية دي. محمد شريف لعيب مميز جدا بس لازم يكون عنده ثقة أقوى من كده من نفسه. تاني حاجة في وقت معين لازم جوه 18 يهدى، يعني في واحدة بيعملها بالراحة بروح شريطها بشكل قوي جدا، فده كله ضغوط وتوتر تسرع توتر. هما وقت ما انا متوتر لازم اكون اهدى شويه، لازم اكون لعيب عندي ثقه بشكل كبير جدا. انا كنت هداف من هدافين الدوري او كنت نجم من نجوم النادي الاهلي موجود وما زلت، لازم احافظ على دي. ولما انزل حتى ربع ساعه او 10 دقائق ماشي في الدوري العام بجيب هدفين، بس لازم في الحته الهجوميه النادي الاهلي لازم اقدر اخلص بشكل كويس. وانت لو مسؤول وقبل ساعات من النهائي الافريقي الكبير بين الاهلي والوداد المغربي على ارض الوداد لمباراه العوده، تقول ايه اهم النقاط لو حبيت تحط روشته كده ليه بعض الامور؟ تقول ايه؟ اقول بعض الامور النادي الاهلي ما يتسرعش، يبقى عنده الهدوء، والنادي الاهلي عنده الخبره وعنده الثقافه. انت بتتكلم على لعيبه النادي الاهلي الموجوده، بتتكلم على لعيبه لعبت نهائيات بشكل كبير جدا، بتتكلم على السوليه شناوي، بتتكلم على ياسر ابراهيم، حتى علي معلول، بتتكلم على محمد هادي، اللعيبه دي وعندها خبرات النهائيات. فطبيعي اللي هو في الماتش هيقدر يوقف الناس بشكل كويس، يتكلم بشكل كويس. لعيبه النادي الاهلي ما تتساقش ورا الجماهير او تتساق ورا الاحداث اللي هتحصل اللي هو بتضييع الوقت بالخبط اللي تلاقي مثلا يوترك، دي كلها لازم يحطها في الاعتبار. تاني حاجه النادي الاهلي لو جينا نتكلم اللعيبه لازم تثق في نفسها، اللي هي عندها هي اعلى بكتير. لو جينا نتكلم عنصر فني النادي الاهلي كان ممكن بغض النظر عن الهدف اللي جه هنا انت اعلى بكتير، انت امكانياتك الفنيه والبدنيه الراجل عامل حساب بشكل كبير. انت شفت اول مره فرقه يعني واقفه لك من اول الشوط الاولاني واقفه لك عايزه تدافع. اي فرقه بتشتغل حتى بتعمل الهجمه المرتده بتعمل بسرعه بتحاول توصل للمرمى الخصم بيجي لها ضربات ثابته، لا هم واحده استغلوها خلاص. فالنادي الاهلي طبيعي هناك لازم مميزين بسم الله ما شاء الله في الضربات الثابته، ودايما هي سمه الكره المرأة. انت بتتكلم على شمال افريقيا، هم عندهم عامه السرعه او البريس بيشتغلوا بشكل كويس، البريس في نص ملعب تلاقيهم بيضغطوا بشكل قوي جدا، الفاولات او الثوابت عندهم مميزين جدا بيقطعوا بشكل كويس جدا. فدي كلها ميزات عندهم هم مولودين بيها او هي بتاعتهم بالفطره. فلازم احنا النادي الاهلي خلي بالنا بس من من من, من الاحداث ديت. تاني حاجه عنصر لو جينا نتكلم عليه لازم الاندفاع جوه منطقه الجزاء نخلي بالنا منه عشان الموضوع هناك احنا ما نضمنش موجودين حتى قولا واحدا. توقعك للمباراه ان شاء الله الهدف الاهلي، ان شاء الله الاهلي هيقدر يخلصها ان شاء الله. يعني انا شايف النادي الاهلي يعني لو الامور مشت سليمه زي ما احنا بنتكلم يعني فالنادي الاهلي ممكن هو متفوق. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي، كل المسانده، كل الدعم، كل دعوات مصر جميعا، كل الجماهير المصريه باختلاف طوائفها،
كلنا ان شاء الله ورا النادي الاهلي، وان شاء الله نبارك النادي الاهلي. هطلع لفاصل، وبعد الفاصل متواصل مع نجمنا الكبير ونجم مصر الكبير كابتن احمد مسلم في حوار مهم جدا عن الدوري العام المصري وصراع الهبوط، والنهارده كمان زد وسعود اول فريق للدوري الممتاز. Absolutely a dream, yeah. Absolutely a dream. And you know, to achieve things, always you have to have the, you know, the correct portion of obsession, you know, to desire, to want it. When the obsession is a positive word for the fact to be desire and willing, you know, to try to do it. But of course, a dream for all of us. Yeah, there are lots of games in a season. And it's difficult to make that easy comparison you're making, at least in our minds. It's just another game for us, obviously a special one, and we'll do everything we can to be ready for it. I think every professional player wants to win the Champions League and wants to be at the top with their teams, and also individually. So if you can win the Champions League, you've reached one of the biggest things you can do as a player and as a team. So to be able to compete year in, year out in this competition is amazing, because I've been able to compete against the best players in the world and the best teams. And you know, tomorrow we've got a chance to close that if we are good enough. Ma noi chiaramente sappiamo domani il tipo di partita che dovremo fare. Indubbiamente sappiamo che il Manchester City è la squadra in questo momento più forte al mondo, lo ha dimostrato anche nelle pochissime sconfitte che hanno avuto, ma noi sappiamo il percorso che abbiamo fatto, siamo orgogliosi di essere arrivati fin qua e faremo di tutto per fare una partita di una concentrazione incredibile, sapendo che dovremo limitare gli errori, fare il massimo, perché affrontiamo una squadra molto molto forte. Ma chiaramente sappiamo la forza del Manchester City, sappiamo la forza di Haaland. Chiaramente sarà un osservato speciale come tutti i giocatori loro, però chiaramente un giocatore d'attacco. Abbiamo predisposto un qualcosa, però sarà tutta l'Inter che ci dovrà difendere, dovrà essere brava a limitare non solo Haaland ma tutto quanto il Manchester City. Sì, sicuramente che è una temporada molto positiva per me, per mia famiglia. Hemos conseguido objetivos importanti con l'Inter, come la Supercopa Italiana, la Copa Italia. Tuve la posibilidad de jugar hace 6 meses la final del Mundial, y hoy me toca afrontar al Manchester City en una final de Champions League. Quindi estoy muy contento de este presente, de esta temporada que pude realizar, y ojalá que lo podamos coronar de la mejor manera. ده كان المؤتمر الصحفي للمدير الفني لمانشستر سيتي والانتر ميلان، المباراة النهائية الكبيرة السبت إن شاء الله 10 مساء
شايف يعني نهائي دوري ابطال اوروبا حاجه يعني ولا اروع، كل انظار العالم ما حدش هيتفرج على حاجه الا على المكان تحديدا، يعني لو في اي حاجه تانية في حفله في هيبقى في حد بقى لحد النادي الاهلي ان شاء الله. لا اكيد طبعا، هو انت بتتكلم على ماتش فاينل قوي جدا، انت بتتكلم على مدرستين، بتتكلم على انزاجي وبتتكلم على جارديولا، حاجه جارديولا ما حققش البطوله من ايام برشلونه. طبعا انت بتتكلم على سيستم مدربين وشكل ثاني مختلف، بتتكلم على الخطه الدفاعيه بتاعه الانتر الايطالي بيشتغل بشكل مميز جدا، بتتكلم على مانشستر سيتي اللي عمال يكسب الناس رايح جاي وعمال ماسك الدوري الانجليزي ما فيش حد بيقف قدامه يعني، فبتتكلم على مدرستين قويه جدا يعني، مدرستين اقويه جدا. فانا شايف خلي بالك ان شاء الله السنه الجايه كمان في نابولي عامل اداء ولا اروع السنه دي. نابولي طبعا كنت مبسوط لو من ايام ما كان مارادونا البطوله الاخيره بقى لها كثيره جدا، بقى لهم كثير جدا، فطبيعي انت بتتكلم على مدارس كبيره، وانا مبسوط اللي بتلاقي مثلا الباير مثلا ابتدى مستواه ينزل شويه. لا وعوده الكره الايطاليه ثاني طبعا، الكره الايطاليه دي كانت مدرسه كبيره، فبنتكلم عليها الواحد مبسوط لما تلاقي مثلا في حاجه مختلفه، الحاجه المختلفه دي تقول لك اللي في ناس شغاله او في تقدم بتشتغل في حته معينه. غير لما كل سنه هي نفس المدرسه، يعني بتكلم على برشلونه ولا ريال مدريد هم نفس المدرسه. السنه دي شفنا مدرستين مختلفين، بتتكلم عن الانتر بقاله كتير جدا من ايام مايكون، وبتتكلم على يعني فرق كبيره. فانا شايف اللي بنتكلم على مانشستر سيتي، لا مانشستر سيتي الدنيا صعبه جدا، هي فرقه قويه جدا، فرقه عندها حلول مختلفه، عندها جارديولا بيشتغل افضل معه. فرقه في الفتره الاخيره طبعا احسن فرقه في العالم، انا شايف احسن فرقه في العالم، الراجل كمان بيشتغل جارديولا. حتى لما جينا نتكلم عليها هو مدرسه مختلفه، لما جيت تتكلم عليها حتى بنقول ما كان ماسك البايرن ميونخ، ما مسك بايرن ميونخ علم الالمان اللي هم الالمان عندهم القوه والسرعه والكلام ده، علمهم الشغل اللي بيشتغل التيكي تاكا والحاجات دي، ابتدى يشتغلوا. لا هو ليه بصماته بتروح في اي مكان بيشتغل عليها. فجارديولا بنشوفه من احسن المدربين في العالم، بتشتغل بشكل معين، عنده لعيبه بامكانيات، بيجيب لعيبه اللي بتقول وعنده بدايل ما شاء الله، هو بيجيب اللعيبه اللي تنفذ الخطه بتاعته، بتشتغل بشكل كويس جدا. فلا انا شايف الاحتياط على نفس الفريق اللي بيلعب دي الفرقه الكبيره، ما انت لازم اجيب، انا عندي امكانيات وعندي نادي كبير وعندي اسم وعندي سبونسر وعندي حاجات دي كلها، فلازم انا اجيب اللعيب الاساسي زي الاحتياطي عشان لا يقدر يقع شويه، الواحد ما يجيش انا الاساسي لو وقع لي شويه مستواه او نزل شويه يبقى عندي الاحتياطي يقدر يحل لي المشكله. ما انت عندك امكانيات، ليه ما اجيبش لعيبه مميزه؟ انا بستغرب من لعيبه الدوريات او الفرق المصريه اللي موجوده، اللي انت عندك الامكانيات وعندك التارجت وعندك كل حاجه متوفره وجيب لعيب مثلا مستواه مش قد كده، فازاي؟ امال اللي اختاروا ازاي؟ السكاوتنج اللي اختاروا ازاي؟ توقعاتي لان شايف السيتي ممكن يبقى السيتي ممكن يعملها يعملها بالحلول اللي عنده ليه بالفتره اللي فاتت بالشغل دوت. بس انت هيقابل مدرسه قويه، المدرسه الايطاليه قويه جدا في الدفاع، وانت عارف ايطاليا كان حتى المنتخب الايطالي من زمن من كاس العالم الفرقه اللي بتدافع كويس بيكسب، فهو طبيعي هيبقى فيه صعوبه، الماتش مش هيبقى سهل، بس شايف مانشستر عندها يعني عندها الحلول. طيب نقلة إلى الدوري العام المصري، والنهاردة طبعا كان في مباراة مهمة جدا، الاتحاد السكندري والبنك الأهلي في تعادل للفريقين، يعني البنك الأهلي خد النقطة العايزة، فضل نقطة واحدة ليضمن البقاء في الدوري العام المصري. الاتحاد السكندري يعاني الدور الثاني بعد ما كان من الفرق المتقدمة هو والمحلة في بداية الموسم. بص يا كابتن عباس، انا شايف اللي في فرق الدور الاولاني كانت ممكن تقع بشكل كبير جدا، جابت نقاط بشكل كبير جدا، نتكلم عن المحله او اسوان، الفرقه دي كانت ممكن الدور الثاني لو جابوا والاتحاد لو جابوا ربع النقاط اللي خدوها الدور الثاني كانوا وصلوا في حته ثانيه غير اللي احنا بنتكلم فيها. بنتكلم على فرقه وصلت للتوب فورم في وقت قياسي او جابت نقاط بشكل مميز جدا غير الفرقه الموجوده دلوقتي. انا مثلا مبسوط، مثلا بتتكلم النهارده على نادي البنك الاهلي، انا مبسوط جدا البنك الاهلي، خلي بالك البنك الاهلي فرقه قويه، في النادي مستقر، عنده امكانيات، الفتره اللي فاتت باو فاسيليو صبروا بشكل كبير جدا، قدروا يحطوهم في مكان كويس، ده اللي بنتكلم، دي الادارات اللي بنتكلم الكلام عن زوران اللي ممكن بعد في فتره التوقف دي يمشي. هو انا شكله زي انا شايف رمى الفوطه خلاص. هو الفتره اللي فاتت انا لازم افصل اتحاد سكندري، استاذ يعني استاذ محمد الحاج محمد مصلحي راجل محترم، شخصيه قويه جدا، بيشتغل بيدير بشكل كويس. بلغهم هو مين يا جماعه مدرب الحراسه؟ هو بلغهم بشكل رشيد المكاوي مغربي، بلغهم انه ماشي. انا بتكلم ودي بدايه ان الراجل زي لان الراجل انا شفته بيتفرج على ماتش الاهلي والوداد في الملعب، وكان عنده بعدها بيوم ماتش. ما انا بكلمك يعني برضه من الحاجات يعني انا شايف الاتحاد يعني نادي كبير وامكانياته عظيم. طبعا نادي كبير جدا، بتتكلم الاتحاد او الاسماعيلي او بتتكلم في فرق في المصري المحله، الفرق الجماهيريه الكبيره اللي هي اللي عندها قاعده جماهيريه كبيره جدا، لازم يكون. انا شايف الاتحاد كانت ممكن تبقى احسن من كده كتير، المشاكل اللي حصلت الفتره الاخيره اللي انا شايف الاتحاد السنه دي بدايته من اقوى البدايات اللي بدا فيها في الموسم قبل كده، الاتحاد شغل بشكل كويس جدا، عكس بنتكلم مثلا اسوان ما عندهاش الامكانيات، انت عندك الحاج محمد مصلحي بوفر كل حاجه،
امكانيات اي حاجه الاصدار على اعلى مستوى واداره ومفيش حد بيتدخل في الكوره وراجل شغال موجود اي حاجه بالظبط. الفتره اللي فاتت اللي فيه احداث صغيره هي اللي ابتدت تعمل عدم التركيز ابتدت تشتغل. بس انا كمدير فني ماليش دعوه لازم افصل. ابو هعرض لك هنجهز لك ونعرض لك الدوري هنا على الشاشه اللي هنا وهناخد الفرق المربع الذهبي وفرق الوسط وفرق المهدده بالهبوط تمام واحده واحده كده يعني تقول لي انطباعك ورؤيتك ومين هي الفرق اللي ممكن تكمل في المربع الذهبي مين هي الفرق اللي هتبقى في منطقه الامان مين اللي هي الفرق اللي هتصارع على الهبوط في ظل وجود النهارده سعود اول فريق في الدوري نادي زد. زد طبعا احنا بنبارك لزد طبعا اكيد مجلس اداره شغالين بشكل كويس فطبيعي لو هم بالامكانيات طبعا كمان بنبارك للكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين واحد من برضه من الكوادر الكبيره بدل في نظام هيشتغل يبقى شكله كويس معانا البدايه لا بنتكلم على بيراميدز طبعا يعني في امكانيات مختلفه طبعا في فرق ست ماتشات قبل الاهلي لا كتير جدا بس انا بتكلم في كبدايه بيراميدز السنه دي قويه جدا يعني قبل كده بدايه بيراميدز ما كانتش موفقه او بتشتغل بشكل كويس بالذات انت عندك نادي كبير عنده امكانيات بشكل كويس جدا عنده سكواد محترم جدا طبعا انت عندك لعيبه مميزه جدا لعيبه اهلي وزمالك ولعيبه منتخبات فطبيعي اللي انت في الحته دي لا أو وعنده باتريو وعنده الكارت واحد من اهم اللعيبه الموجودين هو عنده عبد الله السعيد انت بتتكلم رمضان صبحي انت بتتكلم على لعيبه الواحد يتمنى يبقى اللعيبه دي عنده في الفرقه طيب. النادي الاهلي طبيعي اللي هو ان شاء الله هيبقى الدوري بتاعه في فرق كبير يعني بتتكلم اللي هو لسه في 16 فيوتشر انا مبسوط طبعا علي ماهر شغال بشكل كويس بالفرق اللي عندها امكانيات كويسه وبترى علي ماهر عينيه حلوه اللي بيجيب لعيبه حتى ما كانتش بتلعب في النادي الاهلي او الزمالك بيقدر يطورها ويخليها توصل في حته كويسه لعب راجل بيلعب يعني خد بطوله يعني خد بطوله في وقت قليل جدا حتى البطوله اللي كانت محليه بتاعه الاتحاد كانت موجوده هنا اللي هي بتاعت رابطه المحترفين وداخل كمان عنده مباراه يوم 24 مع المصري في الدور قبل النهائي وبيخش في افريقيا انا شايف اللي هو التارجت في 3 4 سنين ما حققش اللي بيراميدز بقاله مثلا فتره كبيره جدا سنتين. ما حققوش طبعا سنتين انا بكلمك على بيراميدز بقاله 4 5 6 سنين يعني طيب. هو ما حققش بتتكلم الزمالك بيتسحب ورا فيوتشر لا انا الزمالك فرقه ماشيه كويس بس المدير الفني اللي هو ارسم ده الراجل الموجود جوريو اجوريو ده انا شايف اللي هو مش نفسي او السيستم او الشغل اللي بيشتغل مع نادي الزمالك مش هو اللعيبه اللي موجوده يعني انا بتكلم مثلا مش شكل نادي الزمالك مش شكل نادي الزمالك او الخطه بتاعته اللي هو اللي اشتغل عليها مش الامكانيات اللي عند اللعيبه عند نادي الزمالك طريقه اللعب العمليه طريقه اللعب مختلفه جدا ويبتكر فيها دي مش وقته انا لو انا هبتدي لو انا كنت هبتدي كنت اخلي مدحت عبد الهادي مدير فني يكمل لحد اخر الموسم وبعد كده هو الكلام ده مش اول واحد يقوله حضرتك انا بقول وجهه النظر يعني طيب المقاولون بالاداء اللي يعني المغير تماما مع كابتن شوقي بعد التولي اخر 3 مرات الموسم الماضي ومهدد بالهبوط لأداء رائع ومقربة على المركز الخامس ممكن يلعب بطولة عربية ده هو شوقي غريب كابتن شوقي غريب عمل طفرة موالين السنة اللي فاتت قعدهم بأعجوبة في الدوري الممتاز انت شفت السنة اللي فاتت السنة دي ابتدى يشتغل بشكل كويس جدا النهارده بنتكلم موالين خامس كان كل سنة او السنتين اللي فاتوا كان بيعانوا من تحت زي الموقف اللي تحت أسوان وال13 وال14 السنة دي هم الخامس كمان خلي بالك اللي هم عندهم لعيبة صغيرة تتكلم على قطة ومش عارف تتكلم على جبنة وتتكلم على لعيبة اللي هي الصغيرة في السن عندهم مثلا 20 21 سنة فايد بتتكلم على فايد بيلعب منتخب أولمبي فهو عنده احمد فوزي في كمان لعيب كمان اسمه في كمان عندهم لعيب هو فاروق الوحيد اللي هو عنده خبرات الموجود اللي هو بيشتغل في الحته دي لا بقول عن الناشئين احد الناشئين بنتكلم عن الناشئين بس بكلمك اللي هو السكواد بتاعه طبيعي اللي هو المفروض يبقى عندك نجوم من الدوري لو ما عندوش نجوم من الدوري هو عنده الناشئين بتوع النادي كلهم فدي حاجه تحصل لشوقي غريب او طبيعي اللي هو شوقي غريب في الحته دي بيشتغل بشكل كويس شفنا ماتش بتاع امبارح شغال بشكل مميز جدا بيلعب اسوان قدر يرجع فاركو يعني اتسحب واحده واحده عدى الاتحاد السكندري وعدى المصري وعامل يعني ثبات طارق العشري لا ضلته الفتره اللي فاتت طارق العشري بتشتغل بشكل كويس جدا في الدوري حتى مع فاركو المكسب المتتالي شغال بشكل كويس جدا خلي بالك الاستقرار الاداره والاستقرار الفني بيدي للمدير الفني باور بشكل كبير جدا كان موجود طارق العشري كان موجود قبل كده في سموحه نفس الفتره اللي هو الفتره الاولانيه كان في اختلافات في سموحه وموجوده في المجلس لا راح فاركو سيستم مختلف الناس مختلفه ابتدى يشتغل الشكل بتاعه باين فعشان كده فاركو موجود شايف البدايه بتاعته كويس طيب معانا بس يعني الاتحاد احنا اتكلمنا عليه 41 عندنا بقى هنا بقى يعني منطقة الهبوط من بعد من اول الاسماعيلي عندك سموحه 36 البنك الاهلي 35 فاضل له نقطه واحده ويضمن سيراميكا نفس القصه فاضل له برده ممكن مباراه سيراميكا برضك يعني من الفرق الكبيره اللي عندها امكانيات طبعا ما ينفعش في الحته دي وسموحه برضك نفس الكلام طيب اتكلم بقى على الاسماعيلي من اول الاسماعيلي ابو مسلم لحد حرس الحدود اتفضل لا الاسماعيلي انا شايف حمزه جمل المدرب الامثل في الوقت دوت حمزه جمل بأقل امكانيات بيشتغل بشكل مميز جدا احنا شفنا حتى هم تجربتهم السنه اللي فاتت مع نادي الاسماعيلي واللعيبه اللي جابوها ديت السكواد اللي جابوا دوت مش هو اللي يليق بنادي الاسماعيلي او امكانيات نادي الاسماعيلي بس المفاجاه هزيمتهم من طلع الجيش على ملعبهم دي كانت يعني هو وارد احنا بنتكلم بس احنا بنتكلم حمزه جمل عنده 12 او 13 لعيب بيتحرك ما بينهم
يعني اللي هم اللعيبه حتى اللي تدي لك يعني الموجوده اللي هي تقدر تشتغل بشكل كويس. ما عندوش مثلا سكواد مثلا. اسمح لي كابتن احمد مسلم، دي قرارات مصالحه لسه مجلس اداره نادي الاسماعيلي. الاسماعيلي يجمل مستحقات اللاعبين واتخذ قرارات رادعه. اتخذ مجلس اداره نادي الاسماعيلي برئاسه اللواء ابو بكر الحديدي مجموعه من القرارات بالتنسيق مع الجهاز الفني الاول بقياده حمزه الجمل، وجاء ذلك في الاجتماع الذي انتهى منذ لحظات. وجاءت القرارات على النحو التالي: الموافقه على طلب المدير الفني بتعيين مدير للكره، 1 ايقاف المستحقات الماليه للاعبين لاجل غير مسمى، تفويض المدير الفني باستبعاد العناصر غير المفيده، وتصعيد عدد من الناشئين بدلا منهم في بدايه من اول مران للفريق، تعادل المدير الفني وجهازه بتحسن النتائج في المباراه المقبله بما يليق باسمه وتاريخ النادي الاسماعيلي. تعقيب يا كابتن. طبيعي امكانيات كده بتتكلم انت، اكيد اللعيبه اثرت، اكيد لازم المدير الفني. العنصر اللي هو طلب كابتن حمزه الجمل مدير كره ده طبيعي، لازم يكون عندك انت في الانديه الكبيره لازم يكون عندك مدير كره. ده بيقفلك جنب تاني خالص، عقود لعيبه عندها مشاكل، عنصر النظام كان موجود الفتره. ممكن نشوف حسني عبد ربه تاني؟ انا ممكن وارد، بس خلي بالك حسني الفتره فاتت كان هو رافض، يعني حسني اللي انا كنت عارفه اللي هو كان رافض، بس كان له برضه تجربه السنه اللي فاتت مع حمزه وكان مميزه جدا. بس احنا بنتكلم دلوقتي الوقت صعب جدا، الوقت صعب جدا، فاضلك 3 مواجهات او مواجهتين لكل فريق يعني. ده نادي طبعا، وحسني ممكن يجي في اي وقت، بس احنا بنتكلم دلوقتي الشكل العام او النادي الاسماعيلي الفتره كان فيها اقوى 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 نقاط جابوها كانت الفتره اللي فاتت اللي قبل الخساره، يعني هم كانوا تحت ضغط عصبي بشكل كبير جدا، ابتدوا يشتغلوا بشكل كويس. انا بتكلم نادي الاسماعيلي يعني حمزه الجمل خلاص بقى موجود بشكل كويس، سيبوه بعد كده يشتغل هو اللي يجيب اللعيبه. مشروع السنه الجايه زي ما قلت على عبد الحميد بسوني برده يبقى مشروع مع نادي طلائع الجيش. ده اللي انا بكلمك، قررت ده مرتين امبارح. ده فرق الادارات، الاداره دلوقتي موجوده، احنا شايفين شيحه شغال كويس واللي هو بكر شغال. شيحه بصراحه يعني عنده خبرات، عنده خبرات. تاني حاجه دي ده كانت ناقصه نادي الاسماعيلي. نادي الاسماعيلي كان حمزه كان مسك من السنه دي كان عمل شكل مختلف، كان الاسماعيلي كان في حته مختلف. اما هم دلوقتي اول ما الدنيا تتحسن وتمشي شويه، ايه اللي بيشتريه من اول جديد يمشي الراجل ويجيب اختلافات بشكل كبير جدا. طب الفرق بقى الهبوط اللي شايف انت؟ انا شايف في لعيبه في يعني في فرق في الهبوط يعني عندها مشاكل. بص يا كابتن احمد، عندك طلائع الجيش في ال 14 برصيد 32، اسوان في ال 15 32، غازي المحله في 16 32، خبه بعد كده الداخليه وحرس الحدود، يعني امورهم برضو هو جينا لو جينا يعني نفسرهم واحده واحده. الاسماعيلي لا، الاسماعيلي ما هيعدي، الاسماعيلي هيعدي، هيقدر ياخد النقاط عنده من الخبرات واللعيبه اللي عنده ممكن يعدي. نتكلم عن طلائع الجيش، انا نتكلم على بسيوني صراحه جه ماتشين خد 6 بونت، دي يعني حقيقه الامل تاني لطلائع الجيش. انا لسه وانا جاي في الطريق كنت بتكلم انه هو الراجل يعني بعيد، هو الراجل عايز يبعد وعايز يركز في الكام ماتش الفاضلين، لانه بصراحه عامل شغل كويس جدا والشغل والروح اللي هو بسها في الفرقه اللعيبه المره اللي فاتت الفتره اللي فاتت. هو خلي بالك هو بسيوني مش نوعيته، هو ما جابش عصايه وضرب يعني ساحر يعني غير الفرقه، لا هو بيشتغل على العنصر النفسي والعنصر اللي هو بيقرب اللعيبه من بعضها، بيشتغل ممكن تبقى ناقصهم. خلي بالك كمان انطرد كمان في نص الماتش والروح الانزاميه يعني الانزمية. الخساره للرحله الانزاميه كتير بتخلي اللعيبه عندها احباط، فطبيعي اللي هم غيروا مدير فني. بنتكلم بسيوني بيشتغل بشكل كويس، عنده نظام، اللعيبه شايف ان في روح حلوه ما بينهم، الناس كلها شغاله بشكل كويس، اللعيبه ابتدت تاخد ثقه تاني. حتى الماتش بيلعبوا الاسماعيلي في الاسماعيلي بالضغط ده والجماهيريه دي كلها وكسب. انا شايف طلع الجيش، لا طلع الجيش بقى خلي بالك كمان المقابلات بالنسبه مثلا فريق زي اسوان هيلعب كمان مين؟ ده هيلعب حرس الحدود. ما انت خلي بالك هيلعبوا البنك الاهلي، هي دي النقطه. الفرق المهدده هتلاعب بعضيها بالظبط، الفرق المهدده يعني مثلا طلعت اسوان هتلاقيها تلعب الحرس، هتلاقي مثلا ان هتلاقي اسوان بتلعب مثلا البنك الاهلي، هتلاقي مثلا طلع الجيش بيلعب اسوان، فهتلاقي الدنيا المواجهات دي هتبقى مختلفه. هو في فرق بتعاني، انا شايف الفرق بتعاني. يعني المحله احنا الدور الاولاني مميزه بشكل كبير جدا، بعد احمد بعد بابا فاسيليو لا الدنيا اختلفت بشكل كبير جدا مع عبد الباقي، الدنيا اختلف يعني عبد الباقي جاب نقاط بس الدنيا مختلف. بنتكلم من نوعيه اللعيبه اختلف. اذا يعني احنا خلاص على المقربه من نهايه الحلقه، يعني انت شايف الثلاث فرق المرشحين للهبوط مين؟ ده عشان اكلمك على بدايه في عندنا صعوبه، صعود فرقه النهارده الهلال يعني انت بتتكلم في صعوبه، في اسوان في صعوبه فيها موجوده، بتتكلم على طبعا الحرس خلاص الداخليه والحرس، حرس الداخليه والحرس اقرب فرقتين. الفرقه اللي ممكن تبقى يعني قريبه معاهم في دوامه الهبوط ممكن المحله، ممكن برضك تعاني محلة. ممكن تعاني، عندهم مواجهات صعبه، انت خلي بالك لازم تقيس المواجهات اللي موجوده. فالمحله هتقابل هيبقى عندها صعوبه هتقابل البنك الاهلي، كل مباريات في 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 نص الجدول او في او اول الجدول او في اخر الجدول، هي دي المباريات صعبه. ما انا بقول لك اللي فرق قبل كده يعني الفرق دلوقتي المحله قبل كده، المحله السنه اللي فاتت الدور الاولاني واخده كميه نقاط خليتها الدور الثاني مختلف، فالسنه دي لا الدنيا اختلفت بشكل كبير جدا معاها، بالذات تغيير المدربين. تغيير المدربين عملت
مشاكل كبيره جدا عملت قصور عند اللعيبه. في لعيبه شايفه انا شفت الماتش حتى يعني رضا شحاته راجل مش ذنبه حاجه، رضا شحاته بيحاول وبيشتغل بشكل كويس، ومكي برده في الحرس بيحاول، ومكي برده بيشتغل بشكل كويس. انا يعني لعيبه يعني مدربين محترمين. بس انت بتتكلم انت جاي على 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 فرقه فيها مشاكل بشكل كبير جدا، بتتكلم على عندها قصور في الحته الهجوميه. انا شايف يعني رضا شحاته بيهاجم بشكل كبير جدا بس ما بيعرفوش يجيبون، فعندهم مشاكل كبيره جدا يعني عكس اي فرقه تانية. طيب زد اول الصاعدين بنقول الف الف مبروك مره تانية، واحنا كان كاميرا الريموتادا كانت موجوده وعملنا لقاءات مع اللاعبين واعضاء مجلس الاداره. ده بدايه يعني طبعا بدايه موفقه ان شاء الله لزد في الدوري العام المصري. اكيد زد مبارك له طبعا المجلس الاداره كله والرئيس النادي والناس والناس كلها، منظومه محترمه. احنا بنتكلم على منظومه عايز تنجح. زد بقى لها سنتين بتتكلم على سنتين بعد بتغيير طبعا الاسم بتاعها اللي هو كان اف سي مصر، والسنه دي بقت زد. فبتتكلم اللي هو سنتين، السنه اللي فاتت كان الثالث بعد ما بتروجيت ما كان ماسك الثاني، بتتكلم اللي هو السنه دي بقى الاول. لا الدنيا مختلفه، انت طول ما انت في عندك الامكانيات والتطور والخطه والتخطيط ازاي اللي انا السنه دي هجيب مدير فني صعدني بشكل كويس، هقدر ابني على الفرقه اللي عندي. كان عندي مثلا خلل في الحته الهجوميه في خط الدفاع اقدر اشتغل عليها، فالطبيعي دي اللي هتبقى النتيجه. مش كل مثلا كود انا بشوف المجالس الادارات الانديه الثانيه اللي بتتكلم في الممتاز بيه كلهم بيجروا ورا مدير فني واحد يقول لك يلا صعدنا. هو المدير الفني مش هو اللي صعدك، انت السيستم بتاعك والشكل بتاعك وامكانياتك. في لعيبه بتتجاب بتقدر تشغلك بشكل كويس، لعيبه بتقدر عندها. طب يعني ختاما عندنا نموذجين، مجد عبد العاطي خلاص طلع بزد وصعد بزد، عندنا احمد في بلديه المحله، بلديه المحله تحمى مع احمد عبد الرؤوف. احمد عبد الرؤوف يعني برضو يعني نفس طنطا والمحله عندهم. انت مع اعطاء الفرصه كامله للمدربين الفنيين الاثنين، ولا دايما هم الانديه في كل مرحله لها رجالها؟ يعني زي ما انت قلت، هو كل حسب التخطيط، كل مدير فني ليه وقته او ليه المرحله بتاعته. انا شايف مثلا انا شايف امكانيات زد ممكن تبقى الدنيا تختلف، ممكن تلاقيه جايب مثلا متوقع لو ممكن يجيب مدير فني اجنبي، ممكن يحط مدير فني اجنبي، ممكن يجيب امكانيات كده. بتتكلم على المحله، لا هيشتغل لو صعد المحله او طنطا هيجيب مدير فني مصري عشان الامكانيات بتاعته. فكل مرحله ليها الادوات بتاعتها يعني. ابو شرفتني ونورتني، دايما بستمتع بارائك وجودك معنا دايما ضيف عزيز في المنتدى على الشرق قناه المحلي. حبيبي بس انا بقى سعيد جدا ومبسوط اللي معاك طبعا. اعزائي المشاهدين بكده نكون وصلنا لختام حلقه اليوم، بكره يعود لكم العالمي احمد حسام ميدو وحلقه جديده من المنتدى. في الختام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.